صباح الخير والشتاء. نقدر النهارده كده بكل ثقه نقول صباح جميل واجواء شتويه جميله ايضا طبعا لمحبي الشتاء، ابتدت اهي تظهر وعودا حميدا زي ما بيتقال. صباح الخير واول يعني الاسبوع و10 الصبح في الاهلي. بونجور جدا. بونجورين جدا قوي خالص، صباح الفل على حضراتكم واهلا بيكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تستمتعوا وتسعدوا معانا في حلقتنا النهارده. اكيد كالعاده الجزء الاول هنتكلم من خلاله عن كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي من قريب او من بعيد، وهنتكلم عن رياضاتنا المختلفه محليا ودوليا. والجزء الثاني كالعاده برضو هيكون فيه فقرتين حواريتين، ثاني الفقرات هينورنا من خلالها كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق، والفقره الاولى هنتكلم من خلالها عن ملف مهم جدا فتحناه مع حضراتكم بقالنا فتره، وكل اسبوع او اضعف الايمان اسبوع او اسبوع لا لازم نتكلم عن نفس الملف اللي هو صناعه البطل. النهارده هنتكلم عن صناعه البطل الرياضي في الجامعات، وده هيكون من خلال حوارنا مع دكتور هشام البيوشي نائب رئيس اتحاد الرياضه للجامعات. وكالعاده نهاوند مصر ولاده جدا وبالذات على صعيد الجامعات والمعاهد والمدارس، كميه مواهب مدفونه رياضيه وفنيه وادبيه غير طبيعيه. حلو قوي الملف ده وحلو الموضوع ملف ده. حلو، بس انا برجع كده نوستالجيا وقت الجامعه، انا ما كنتش بشوف ده يعني ما كانش عندنا، انا كنت حقوق انجلش جامعه القاهره ما كانش في الانشطه الرياضيه خالص يعني تقريبا فعلا. لا تقريبا يعني ما اعرفش الجامعه، انت كنت اي سي كان وقتها بتهيألي كان في لا ده نشاطات رياضيه ونشاطات فنيه وبشكل ملحوظ يعني بشكل، لان كمان كان في قسم خاص للمسرح فده احنا كان عندنا مسرح برضو، بس عارف الاقبال مش اللي هو كان ملفت يعني، انا على ايامي ما كانش في حد اللي هو مثلا واحنا في الجامعه بيجي يقول لنا يلا تعالوا شاركوا مثلا في النشاط الرياضي، مش فاكراها اصلا. يمكن بالصدفه الدفعه دي، لكن بشكل عام وبالذات زمان يعني انت عارفه كل نجوم التمثيل اغلبهم كان بيشتغل الاول في مسرح الجامعه كلهم كانوا كليات ايه بص على اختلافها يعني انت عندك مثلا كليه زراعه بالمناسبه خرجت ناس كتير من مشاهير تالي عادل امام كان خريج زراعه وسمير غانم الله يرحمه وكذا حد تاني. انا قصدي اقول لك بس ان على الاقل في ازمنه سابقه كان في دايما نشاطات فنيه وادبيه وثقافيه ورياضيه. هو ده المهم، هو ده المهم طبعًا. ان احنا نلاقيه يعني. انا فاكره ايام المدرسه كان في عندي دايما أوكي. كان موجود ده، بس في الجامعه ربما الوضع كان مختلف شويه عندي انا برضو، لكن في العموم ده اكيد شيء بيبقى مهم جدا اللي بينمي ثقافات مختلفه ومواهب مختلفه ممكن بعد طبعًا. كده اصلا خريج الجامعه ده يستفيد بيها على عكس تماما الدراسه كمان يعني يروح اتجاه تاني، وده زي ما انت قلت حاصل لكثير من فنانين على سبيل المثال. بس هو ملف على كل حال مهم، انت بتتكلم دلوقتي توجه الدوله كمان الاهتمام بملف الرياضه تحديدا، فده لو ربطناه بده ونشوف كده اداء الجامعات المختلفه بدايه كمان لو ممكن نرجع للمدارس يعني، ما انت برضو تبدا من تحت هتلاقي نفسك الموضوع اسهل بكتير بعد كده، لان هي ثقافه بتترسخ في العقول خلاص تبقى لايف ستايل زي ما بيتقال، ف يعني بيبقى صعب الاستغناء عنها بعد كده. ف هنتكلم بكل التفاصيل صحيح. في الفقرة بس صحيح. خلينا بقى نروح للملف الأهم دلوقتي كريم، وزي ما احنا متعودين طبعا هي يعني حاجة كانت أسعدتنا جميعا، كنا حابين نقول تاني يوم على طول صباح النصر لكن احنا كنا أجازة، بس أهم حاجة إن الأهلي دايما بيفرحنا، وكانت زي ما كلنا شفنا بداية قوية لمسابقة الدوري الحمد لله لحد دلوقتي، وهو متصدر الجدول بالعلامة الكاملة بعد الفوز زي ما حضراتكم تابعتوا كمان في أول أربع مباريات، وطبعا كان آخرهم على المقاولون العرب كان بهدف نظيف جدا، ومحتاجين بقى نحافظ يعني هو ده بقى اللي احنا عايزين نقوله، محتاجين نحافظ على هذه النتائج. امامنا كمان مباراتين قبل في الدوري زي ما حضراتكم عارفين، يعني عندنا هنا بنتكلم عن غزل المحله ان شاء الله هتكون بكره، وبعد كده سموحه، فحابين برضو نكرر اللي بنقوله كل مره واللي دايما منتظرينه، لاعبتنا من لاعبتنا والجهاز الفني عايزين نحافظ على الصداره، وعايزين ندخل كده كل توقف دولي واحنا محافظين على ده يعني. بص يا كريم نجيبها من الاخر، احنا عايزين نخلص الدوري بدري يعني بدري بدري زي ما بيقولوا، عندنا بعد كده توقفات دوليه كتيره، وهيكون كمان طبعا في اجهاد للاعبينا اللي بيشاركوا باستمرار مع المنتخب وغالبا الفريق كله يعني لو احنا هنتكلم هو الفريق كله، ان ده كمان الموسيماني قالوا في المؤتمر الصحفي لو انت تابعت احد يعني الصحفيين بيقول له طب انت ليه ما بتاخدش بدائل لعيبه مش اساسيه يخليهم يلعبوا مكان اللعيبه عندنا اللي هي بتاعت المنتخبات، يعني قال له ايوه زي مين ما الفريق كله عندنا بيلعب في المنتخبات، فيعني اريح مين واحط مين، فهي دي كانت نقطه فعلا معاه حق فيها. ما عشان كده استكمالا برضو الكلام نهوان ده، احنا فعلا محتاجين في فتره التوقف ان احنا نجهز كل العناصر في الفريق بدنيا وفنيا عشان يقدر كابتن بيسو موسيماني ان هو
يعمل عمليه الروتيشن، لان وارد جدا صحيح زي ما بيتقال ان اللعيبه الدوليين بصفه خاصه يصابوا باجهاد ويكون عندهم عدم قدره على تلاحم المباريات ما بين المنتخب وما بين النادي الاهلي، فبالتالي المطلوب ان احنا نجهز كل اللعيبه. واحنا قلنا قبل كده الاهلي الموسم ده بصفه خاصه الاساسي والاحتياطي فيه واحد، ما رحناش بعيد، نفس المستوى، لعيبه على اعلى مستوى ودايما على قدر المسؤوليه سواء تجاه فريقهم او تجاه المنتخب المصري. عشان كده احنا محتاجين كمان نرفع الحمل البدني لكل اللعيبه خصوصا اللعيبه الدوليه عشان يقدروا على الاستمراريه طوال الموسم الشاق جدا اللي ابتدى ده. احنا بنتكلم عن منافسات الاهلي محليه وقاريه وبعد كده منتخب في كاس العرب ثم امم افريقيا ثم المباراه الفاصله للتاهل للمونديال، يعني عايزين لعيبه من حديد، وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق لكل اللعيبه الدوليه والنجاح ان شاء الله مع منتخبنا باذن الرحمن. الملفت بس للنظر شويه اللي برضو كان الناس بتتكلم عليه وتحديدا برضو موسيماني يا كريم قبل ما ننتقل يعني لملف اخر واحنا ما زلنا في الاهلي، كان بيقول ان يعني دايما بعد اي ماتش قوي زي طبعا اخرنا كان الزمالك وفوز كمان بسكور يعني لحد كبير كويس جدا، بيكون الماتش اللي بعد كده مقلق او ما بيحصلش فيه فوز، لكن اللي حصل مع المقاولون بعد ماتش الزمالك طبعا كان مهم جدا واللي فوزنا فيه برده فرحنا كلنا، ده كان شيء غير متوقع الى حد ما، يعني ده الكلام اللي موسيماني كان بيتكلم بيه، وقال لك برده ان احنا تم يعني كان في استحواذ، كان في لعب كويس، ضيعنا بعض الفرص برده ولكن كان في استحواذ وكان في لعب جيد جدا، وهو شايف ان الاداء برده الى حد كبير كان مرضي، فدي كانت نقاط مهمه برده ان احنا نتناقش فيها، هنتكلم برده طبعا مع كابتن ماهر في الفقره بشكل اكثر تفصيلا، لكن انا حبيت اروح برده كابتن عماد النحاس طبعا المدير الفني للمقاولون، وهو قال بعض الحاجات كده اللي لفتت نظري حبيت بس ايه اكتبها برده نتناقش فيها. يعني هو طبعا قال بدايه مبروك للاهلي وشكر اللعيبه بتوعه وقال ان احنا قدمنا مباراه كبيره جدا، دي نقطه كويسه. اتكلم بقى على الصعيد الثاني، قال لك انا عندي الاهلي كان بيلعب فول تيم واللعيبه عنده كبار جدا، لكن برده بالامكانيات المتاحه عندي وعند الفريق بتاعي انا قدرت اقدم برده اداء كويس، كنا بندافع في البدايه بس احنا كان عندنا حاجه مجهزينها بعد هذا الدفاع. طبعا احنا شفنا اداء المقاولين لحد كبير وكان متوقع ان هو داخل الى حد كبير بيدافع، ولكن هو كان بيتكلم ان وراء هذا الدفاع احنا كنا عارفين هنعمل ايه بعد كده، يعني ان اكيد كان هيبقى فيه خطه هجوميه بعد كده يعني هو شايلها. ده كان الكلام، وكان بيتكلم ان ما فيش حاجه، كان احد الصحفيين برده كان بيقول له حضرتك كنت خايف، كنتوا خايفين في البدايه، قال لك مفيش حاجه اسمها خوف في الكوره، يعني مباراه فيها تفاصيل كانت كتيره ولكن الاهلي كسب بالتفاصيل الصغيره. فده كان التصريح او ده كان بعض الكلام اللي قاله او التصريحات اللي قالها كابتن عماد النحاس، وعلى فكره كابتن عماد النحاس من المدربين المحترمين جدا طبعا حقيقي برضو طبعا. يعني فعلا برضو تصريحاته معظمها بتكون يعني ليها صله كبيره وموضوعيه بالواقع طبعا. يعني هو ما بيطلعش يقول احنا اتظلمنا، ما بيطلعش يقول مثلا او بيحاول ان هو يشوه من صوره الـ يعني الفريق الاخر، دايما بيتكلم بموضوعيه حقيقي. وهو طبعا اسم كبير برضو كابتن عماد النحاس، على كل حال هارد لاك للمقاولون العرب، ولكن اكيد جود لاك ان شاء الله كمان فيما هو قادم للاهلي، ده اللي احنا منتظرينه دايما. يعني خلينا بقى ننتقل بعد كده للجهاز الفني للمنتخب الوطني، لان طبعا زي ما احنا عارفين هو اعلن قائمه اللاعبين بقى النهائيه المشاركين في بطوله كاس العرب المقرر اقامتها بالدوحه، ده طبعا خلال فتره من 30 نوفمبر ل 18 ديسمبر المقبل، ده بعد برضه سلسله اجتماعات يعني كتيره، برضه الاختيار يا كريم ما كانش بسهوله، ناس كتير كانت بتقول لك طب هتختار مين، طب مين هيلعب، مين هيقعد، ايه اللي هيحصل، فكان في مشاهد كتيره جدا برضه في جميع المباريات والجولات، الجوله الرابعه كمان مسابقه الدوري ممتاز اللي شملت نتكلم القائمه 23 لاعب، رعى فيها ايه بقى؟ تقديم وجوه جديده، ودي نقطه كويسه جدا عشان توسع قاعده المنتخب، ويتواجد كمان من القائمه لو هنتكلم من الاهلي يعني في القائمه عندنا محمد الشناوي باكرم توفيق، ايمن اشرف، حمدي فتحي، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، محمد شريف، فاسماء كلها مهمه جدا، مش بس يعني نتكلم من الاهلي لا للمنتخب، يعني اسماء قويه جدا بتمثل كمان نتكلم مصر، فبالتوفيق ليهم ان شاء الله.
المهم نشوف الاسماء القويه دي وهي بتادي اداء قوي وتخلص المباريات اللي جايه كلها بنتيجه مرضيه. فرحتي بوجود النجوم والنتيجه. عندك لعيبه يا كريم وعندك تاريخ وعندك كل حاجه، بس انت بتتكلم، انا فاهمه انت قصدك على كيروش. اوكي انا مش هختلف معاك طبعا، هنتكلم ده في التفصيل، بس مش هختلف معاك. احنا فعلا كل ماتش بنبقى داخلينه مش فاهمين، خايفين او قلقانين، طب ايه اللي هيحصل، طب التشكيل، طب هو هيقعد مين، طب هو قفش هيقعد تاني ولا لا، طب هو هيبدا بمين. معاك اللي انت بتقوليه ده ينفع مع منتخب مصر؟ دي صح كده برضه. احنا ما كناش يعني مش ده الطبيعي او النورم بتاعنا، بس خلينا نروح الراجل لحد دلوقتي برضه يعني لم يخذلنا، خلينا نشوف اللي جاي ان شاء الله يبقى عندنا امل يكون افضل. يعني كلنا بنتمنى طبعا اكيد ده منتخب مصر في نهايه المطاف، وكلنا يهمنا ان احنا نتفرج على اداء يتماشى مع تاريخ وقوة وعراقة وثقة لمنتخب مصر، وخصوصا بالأسماء الثقيلة اللي انت قلتي عليها دي. كلنا دي أمنية عند كل الناس أهلوية وغير أهلوية الحقيقة. طيب تعالوا بقى نروح على ملف تاني. امبارح في ختام اليوم الخامس من بطولة العالم للكاراتيه المقامة في مدينة دبي، حقق المنتخب المصري إنجاز غير مسبوق الحقيقة في منافسات الرجال والسيدات. ده حصل من خلال إيه؟ من خلال الحصول على 7 ميداليات متنوعة حتى الآن، 2 ميداليتين ذهبيتين لكل من اللاعبة أحلام حمدي إبراهيم في وزن 55 كيلو جرام واللاعب يوسف عماد وزن 84، و2 ميداليات فضية للاعبة منة شعبان إبراهيم ميزان بلس 68 كيلو جرام واللاعب عبد الله ممدوح ميزان 75 كيلو جرام، و3 ميداليات برونزية حققهم علي محمد الصاوي في ميزان 67 كيلو، اللاعبة ياسمين نصر في ميزان 50 كيلو، ومنتخب مصر كاتا جماعي آنسات والمكون من ايه هشام ونوع عمرو واسماء مجدي. طبعا بنتمنى كل التوفيق لبعثه مصر، ونتمنى التوفيق ليهم النهارده كمان، خصوصا انه بينافس على الميداليه الذهبيه منتخب مصر للانسات كوميتي اللي بيضم كل من اللاعبات فريال اشرف ومنى شعبان وسهيله احمد وياسمين الهواري. ما شاء الله البعثه المصريه متصدره الترتيب العام لجدول ميداليات هذه البطوله، تاكيدا على تفوق مصر في رياضه الكاراتيه، وحاجه تفرح كده على الصوت. حاجه تفرح جدا طبعا، ومزيد ومزيد من التالق لرياضتنا يعني في المحافل الدوليه المختلفه، يرفعوا دايما كده اسم مصر، ده شيء اكيد بيشرفنا كلنا. يعني خلينا بقى ننتقل بعد كده ومحمد صلاح. ايوه ابننا محمد ابننا برضو اللي مشرفنا. أيوة. يعني احنا نفس الكلام اهو، يعني كان امبارح هي اداء رائع جدا ليه ولليفربول، اكتسح كريم مش فاز، هو اكتسح فريق ارسنال برباعيه نظيفه، يمكن دي عناوين مختلفه كانت كمان في منشطات انجليزيه تحديدا في الجوله طبعا الثانيه او الثانيه 10 12 يعني من البريميوم ليج. خلينا بقى كده نخش بالارقام زي ما حضراتكم تابعتوا، ساديو ماني افتتح التسجيل يعني في الدقيقه 39، بعد كده يجي دييجو جوتا هدف ليفربول سجله الثاني بالدقيقه 52، بعد كده محمد صلاح هدفه الثالث طبعا في الدقيقه 73، واختتم تاكومي من ميناميونو بيتنطق حسب يعني رباعية ليفربول بالدقيقة ال 77. يعني كده بنتكلم بقى لو هنرجع لمحمد صلاح مرة تانية، رفع رصيده من الأهداف ل 11 هدف في المسابقة بعد المرور بس بنتكلم 12 يعني جولة، ماتش فعلا رائع جدا. تعالوا كده برضو يعني نشوف إيه اللي اتقال بعدها وبعض المعلومات اللي ممكن قد تكون مهمة لحضراتكم. يعني من الحاجات اللي أنا قريتها، معرفش برضو أنت تابعتها ولا لأ، بس العرض بقى اللي المفروض هيقدم اللي بيجهز دلوقتي ودي حسب يعني اللي احنا متابعينه من معلومات، عرض ضخم ربما يكون هو الاكبر في تاريخ دلوقتي بنتكلم البريميوم ليج، يعني محمد صلاح مع ليفربول، والرقم مش يعني احنا مش عايزين نعرفه مش دلوقتي. مهم بس مهم ان ابننا بسم الله ما شاء الله. هي دي النقطه، بس الفكره كمان في حاجه، اصلا البعض بيقول لك هو ليه لحد دلوقتي العرض لم يقدم، يعني انت ليه اصلا مأخر دلوقتي؟ ده صلاح ما فيش ماتش بينزله تقريبا غير لما يعني بيجيب جول، غير لما بيبقى اداء او اسيست بيعمله رائع جدا، يعني لازم يكون سايب بصمه. فانت فكره ان انت تسيب لسه الموضوع مفتوح لنوادي اخرى، وعلى فكره هو بيتلقى عروض اكيد دي حاجه كلنا عارفينها يعني. فليفربول اللي انا اعرفه من معلومات ان هو حاليا بيحضر عرض ضخم جدا لمحمد صلاح عشان يقفل كمان باب العروض اللي ممكن ان هي تقدم ليه، واعتقد يعني محمد صلاح برضه هو عايز يكمل مع ليفربول حسب القراءات اللي انا صحيح بشوفها. صحيح. يعني اشارات كتير بتقول وتاكد صحه هذا الكلام. في المقابل بقى يعني شوف الدنيا الحمد لله رب العالمين ظابطه الى حد كبير مع محمد صلاح، في المقابل بقى رونالدو كان في منتهى الحزن اللي في الدنيا نظرا لخساره مباراه مهمه جدا امام واتفورد اللي فاز على مانشستر يونايتد بنتيجه 4-1 ضمن منافسات الجوله ال 12 من الدوري الانجليزي
ممتاز لكرة القدم. سجل رباعية أصحاب الأرض كل من اللاعب النرويجي جاشوا كينج والسنغالي إسماعيل أسار والبرازيلي جواو بيدرو والنيجيري إيمانويل دانس، فيما سجل هدف اليونايتد الوحيد اليتيم اللاعب الهولندي دوني فان. بالمناسبة اليونايتد لعب بعشر لاعبين فقط منذ الدقيقة 69 بعد ما طرد قائد الفريق هاري ماجواير بعد ما حصل على الإنذار الثاني، وتعتبر دي هي الخسارة الرابعة لمانشستر يونايتد في المباريات الخمسة الأخيرة في الدوري، ليتجمد رصيده بالتالي عند 17 نقطة في المركز السابع. في المقابل رفع واتفورد رصيده ل 13 نقطة في المركز ال 16 على جدول ترتيب فرق البريمير ليج. وطبعا بعد النتيجة اللي نقدر نقول عليها مذلة دي اللي حصلت امبارح، وطبقا لكثير من الصحف الإنجليزية منها التايمز، قررت إدارة مانشستر يونايتد إقالة سولشاير من منصبه كمدير فني للفريق. ما هو مش طبيعي إن فريق بحجم مانشستر يونايتد يتعرض لهزيمة زي دي بنتيجة 4-1. كمان مانشستر يونايتد يعني هو أي نعم حقق في الموسم الحالي 5 انتصارات لكنه اتعادل مرتين وتعرض لخمس هزائم. لكن على كل حال هنشوف ايه اللي هيحصل ومين المدرب اللي جاي، وهنشوف الماتش اللي جاي كمان يوم الثلاثاء ان شاء الله امام فياريال الاسباني في دوري الابطال هينتج عنه ايه، ويا ترى مانشستر يونايتد هيعمل ايه في هذه يعني هذه المباراه وهذا اللقاء، والدنيا مش ضابطه خالص مع مانشستر يونايتد ومش ضابطه خالص مع رونالدو. خالص. بص، إقالة سولشاير احنا اتكلمنا فيها الأسبوع اللي فات تقريبا، وكنا بنسأل ضيوفنا يعني من المعلقين الرياضيين المحترمين جدا اللي يعني بنستضيفهم نفس السؤال. طيب لو نتكلم عن الدوري الإنجليزي وبعض المديرين الفنيين اللي عليهم علامات استفهام، فهل احنا بنتكلم هنا ان سولشاير من هذه القائمة اللي ربما سيتم استبعادها ولا لا، إقالتها ولا لا؟ بس خلي بالك من حاجة، لو انت فاكر يا كريم كانت الإجابة ان سولشاير صعب شوية دلوقتي يتم إقالته، لو انت فاكر كان الرد كده كان ما فيش يعني الموسم لسه في اول نص او ما وصلش الموسم رغم الاداء الغير جيد، لكن سولشاير لا هيكمل. فاحنا حتى كنا وقتها بنتكلم انا وكريم مع ضيفنا يعني معقوله، بس فعلا مانشستر يونايتد حاليا الاداء بتاعه سيء جدا ومش ده الناس متوقعينه ومش ده السبونسرز متوقعينه، يعني ليها قد تكون نتائج سلبيه جدا على الفريق بقى لو استمر بهذا الشكل، وده اصلا شيء ما كانش متوقع منذ انضمام. يعني عايز اقول لك على حاجه، ده بعد انضمام كمان يعني كريستيانو اعتقد ان مانشستر اداؤه بقى اسوأ، وده غريب يعني احنا ما شفناش الاداء ده في الموسم اللي فات لما كمان بنتكلم انضمام كريستيانو رونالدو دلوقتي. ما هذا؟ ماذا يحدث على هو يعني بعض المانشستات كانت بتتكلم. عايز اقول لك انه كمان في لقطات كتير لكريستيانو رونالدو في مجموعه مختلفه من المباريات، كل رياكشنات الحزن مش مصدق على وشه. لا طبعا دي حقيقه. خلي بالك بالنسبه لحد يعني بالحجم ده اللي بيحصل له ده او اللي بيحصل لفريقه ده يعتبر مهانه. هو ما كانش الود وده كده، هو كان الود وده من اول ما يحط رجله مع الفريق الجديد في اول مباراه ليه يولعوا الدنيا عشان حتى يبرر الرقم الكبير اللي هو خصوصا خد. ده التاريخ بتاعه مع النادي طبعا. يعني هو ده تاريخه من بدايته مع مانشستر يونايتد والتألق اللي هو كان يعني محققه وقتها. فطبعا دي نهايه حزينه، او مش عايزين نقول نهايه، خلينا نقول فتره حزينه. نامل ان النادي يعود مره ثانيه يعني لقوته، لان هو ده اللي احنا نعرفه عن مانشستر يونايتد وعن كريستيانو اكيد بشكل كبير جدا. لكن حاول بقى اقاله سولشاير، ناس زي ما انت قلت بعد لما ده تم رغم ان هو كان الى حد ما غير متوقع، لكن لقى يعني فرحه كبيره جدا في الشوارع الانجليزيه لان الموضوع فعلا اصبح غير مقبول تماما. يعني خلينا بقى ننتقل لحاجه تانية مع حضراتكم، ومفاجاه هنا بتتعلق بمصير الارجنتيني سيرجيو اغويرو عفوا مهاجم برشلونه الاسباني ده بعد ما اصيب. احنا عارفين او البعض منكم لحضراتكم تابعته، يعني هو كان عنده بعض المشاكل مؤخرا، يعني كان اصيب كمان وتعرض لمشاكل في ضربات القلب، ده كانت اخر ابديتس لصحته يعني او الوضع الصحي يعني الاخير. ولكن هو كمان ازدادت الحاله عنده، كمان بنتكلم خلال المباراه مباراه فريقه مع ألفيس ده ضمن الدوري الاسباني، تاكد بقى وقتها من غيابه لمده 3 شهور على الاقل، ده بالقليل يعني لاجراء الفحوص اللازمه وان هم يطمنوا على صحته. طيب المفاجاه فين؟ المفاجاه بقى وحسب اذاعه هنا الراديو كاتالونيا، اللاعب قرر اعتزال كره القدم ده بناء على نصائح
نصائح الأطباء بسبب مشاكل ضربات القلب لديه، وكمان هنا هيكون هناك صعوبة لعودته للملاعب مرة تانية، وكمان من المقرر أن هو يعقد مؤتمر صحفي لإعلان اعتزاله بقى بشكل رسمي. وأكد صحفي إيطالي هناك على حسابه على تويتر، قال هذه أخبار يعني صحيحة، وتحدث عن أن فعلا نهاية رحلة أجويرو كلاعب في عالم الساحرة المستديرة يعني خلاص ربما انتهى. وخلينا نقول برضو نفكر الناس بهذا اللاعب، هو عنده 33 سنة، فإلى حد ما برضو صغير يعني 33 سنة، بعد بيكمل بعد كده، وانضم كان لبرشلونة في مايو الماضي، وكان قادم بصفقة انتقال حر من مانشستر سيتي الإنجليزي. وطيب لو هنتكلم بالأرقام برضو، وسجل أرقام كبيرة يعني بالقميص بتاعه، سجل 260 هدف في 389 مباراة في مختلف، هنا بنتكلم المسابقات، وده خليته أفضل هداف في تاريخ النادي، وده كمان ساعده في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، نتكلم خمس يعني مرات، آخرها كان في الموسم اللي فات. ف بتحصل يعني طبعا خبر حزين، ولكن بتحصل يعني نهايه حزينه للاعب، وانا يعني ما عنديش ذره شك ان في المؤتمر الصحفي قليل ما بكى بالدموع، لان تبقى حتى لو هو وصل لسن 33 سنه، بس برضه فكره انه يبقى مجبر على الاعتزال، واحنا بنتكلم على لعيب برضه لعيب، بص الارقام اللي انت قلتيها انا بتفق معاك. سيرجيو أجويرو يعني برضه من اللعيبه اللي في برشلونه لها قيمه، وفي نفس الوقت برشلونه مش ناقصه يعني هنبص لها بزاويه ثانيه، برشلونه مش ناقص فعلا يعني. بس على كل حال هنتابع برضه ايه اللي هيحصل، هو ما تفهميش ايه اللي حصل في الدوريات الاهم وفي الفرق العالميه. والله العظيم بكلمك، كورونا جد غيرت الملامح بتاعه. ده احنا بقالنا مثلا ايه على يعني على مدار مثلا ايه هنقول الشهر شهر ونص اللي فات تقريبا، اتكلمنا مع حضراتكم اكتر من مره على انه حاليا تمت وبيتم، ومن الواضح انه لسه سيتم اقاله اكتر من 25% من مدربي البريمير ليج لوحده بما فيها اسماء ثقيله، فاللي بيحصل ده شيء عجيب. على كل الاحوال تعالوا بقى نتكلم شويه على التفاصيل، الاجواء الشتويه اللي انت كنت بتنادي بيها شويه. احنا معانا بقى ايه الدكتور طبعا محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه، عشان نتعرف كمان على تحذيرات الارصاد الجويه وخريطه سقوط الامطار في محافظات مصر المختلفه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل كريم استاذ اهوان، صباح الفل عليكم. صباح الفل على حضرتك. ممكن قبل ما نخش في التفاصيل بس عندي سؤال واحد، لان الجو دلوقتي بقى جيد، امبارح سمعنا ان في كلام عن تعليق الدراسه وحاجات زي كده، الموضوع ما كانش مستاهل، هل عشان قرار زي ده يطلع دكتور محمود مش لازم يكون في يعني تواصل مع حضراتكم علشان نقدر ان احنا ناخد قرار زي ده بناء على التقارير اللي حضراتكم والهيئه بتصدرها يعني؟ اتفضل يا فندم. حضرتك التواصل على مدار الساعه بيننا وبين كافه محافظات الجمهوريه، تنبؤات الارصاد الجويه كانت واضحه جدا، قلنا ان كره الامطار النهارده على القاهره خفيفه منذ الساعات الاولى من يوم الاحد، وده حصل فعلا في فترات الفجر والصبح بدري، في امطار خفيفه على مناطق متفرقه، وارد انها تتكرر مره اخرى كره الامطار الخفيفه على القاهره بعد ظهر اليوم، ولكن احنا طبعا ما نعرفش في ايه على الارض، يعني المحافظين في كافه المحافظات الجمهوريه هم ادرى بواقع الارض، الميه عليها قد ايه كميات ميه، شركات التصرف الصحي المنتشره في انحاء الجمهوريه كلها بعربياتهم، هم ادرى قدامهم قد ايه ويجمعوا او يلموا كميات الميه اللي موجوده على الارض، فبيبقى في حذر شويه من الاختناقات المروريه، خصوصا طبعا في مدينه زي القاهره بالكثافه السكانيه الكبيره دي يحصل اختناقات مروريه. لا واتوبيسات المدارس كمان يا دكتور محمود اللي ساعات كتير حصلت قبل كده في كذا شتويه ورا بعض، ان بيفضلوا محبوسين في الاتوبيس بالسبع ثمان ساعات على حسب المكان اللي هم فيه والى اي درجه الارضيه غرقانه. بس دي شويه مطر يعني، دي شويه مطر يا دكتور محمود غرقت الدنيا يعني بتكتر. انا شايفه دلوقتي الاجواء حتى احنا شايفين من عندنا هنا في الاستوديو الدنيا كويسه جدا، فلو احنا من دلوقتي بناخد قرار كده طبعا يعني اكيد احنا ما عندناش المعلومه الكافيه، بس قرار زي ده امال بعد كده بقى لو في سيول او حاجه زي ما كانت قبل كده الوضع كان هيبقى ازاي؟ على كل حال هو خبر اسعد الاهالي عامه، انا مش هقول هو اسعد التلاميذ بصفه خاصه، بالعكس ده في امهات كتير كانوا بيقولوا ما معناه ليه كده الاهالي انزعجوا. مفيش خطوه بقى مش هنروح الشغل بسبب الامطار يعني، ولا احنا يعني ملناش نفس واحنا غلابه يعني؟ ماشي اتفضل يا دكتور محمود. لا طبعا هي بالفعل الاجواء النهارده اخف حته من امبارح بشكل كبير، وده وفقا لما اعلناه في تنبؤاتنا اليوميه، ولكن زي ما اتفقنا ان دي اجراءات احترازيه من بعض المحافظات عشان التحكم في لم كميات الامطار اللي موجوده في الشوارع.
ان شاء الله النهارده مساء تنتهي حاله عدم الاستقرار تماما، وبكره ان شاء الله تبقى الاجواء مستقره على كافه محافظات الجمهوريه، باستثناء فرص سقوط امطار متوسطه كده على مناطق من السواحل الشماليه المتطلعه للبحر المتوسط، وده طبيعي بقى في هذا التوقيت من العام، نهايات فصل الخريف وبدايات فصل الشتاء، بتكون الاجواء ما تشبه سقوط امطار متقطعه على مناطق السواحل الشماليه. طب نقدر نقول يا دكتور محمود ان امتى الاجواء هتبتدي تشتد وندخل بقى في الشتاء بتفاصيله بامطاره برعده ببرقه الى اخره، خصوصا كمان في ضوء اللي حصل في اسكندريه يعني امبارح، كتير من المناطق السكندريه كالعاده بتغرق طبعا في الاجواء الشبيهه باللي حصلت امبارح، وكمان لو خدنا في الاعتبار اللي حصل قبلها بايام في اسوان، يعني من الواضح كده ان في كمان يعني ايه صور جديده للتقلبات الجويه ودرجه حده كانت غير مسبوقه في بعض المحافظات. طبعا السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري امبارح شهدت امطار غزيره متوسطه غزيره رعديه في نفس الوقت، وكان في بعض السحب الرعديه موجوده على القاهره امبارح، وحتى في المداخلات قلت ان السحب الرعديه ما حدش يقلق منها، مش هتكون بكثافه على القاهره زي ما شفنا من فتره. وبالنسبه بقى لحالات عدم الاستقرار، احنا متفقين ان التغيرات المناخيه بتخلي في ظواهر جويه حرجه الى حد ما في حالات عدم الاستقرار، وبتكون اكثر عنفا من ذي قبل، زي ما شفنا على اسوان واللي حصل في اسوان، ان مدينه زي مدينه اسوان في جمهوريه مصر العربيه اللي هي تعتبر نشطه في مصر، درجات الحراره فيها دايما مرتفعه، يسقط عليها ثلج وبرد في الحاله اللي فاتت. طبعا ما فيش كلام التغيرات المناخيه اثرت بشكل كبير على كافه محافظات يعني كافه تحكم دول العالم، وايضا بما فيهم جمهوريه مصر العربيه. طبعا حالات عدم الاستقرار متوقعه، وارد ان تحصل لسه حالات عدم الاستقرار، لان لسه في بدايه موسم الشتاء طبعا، لسه فاضل شهر على بدايه الشتاء 21 ديسمبر، فشهر الخريف والثلاث شهور بتوع الشتاء هو ده الطقس المتقلب بالفعل على جمهوريه مصر العربيه، واللي بتحدث فيه موجات من الطقس السيء. فاحنا طبعا نتواصل دايما، ولما بيكون في اي موجه من موجات الطقس السيء المتوقعه على جمهوريه مصر العربيه، على طول الهيئه بتنوه عنها وبتبعت رسائل لكافه محافظات الجمهوريه المعنيه بالطقس السيء. طيب كويس جدا، بس احنا اسمح لنا هنتابع مع حضرتك برضو الفتره اللي جايه، يعني لو قدرنا حتى يوم بيوم عشان نطمن الناس، وفي نفس الوقت لو حد مسافر اي محافظه يعني برضو ايه يطمنوا ان الطرق مش هيبقى فيها اي نوع من المخاطر يعني. ان شاء الله طبعا عينيا يا رهوات، بس احنا طبعا بنقول للساده المواطنين هتبدا بقى استقرار في الاحوال الجويه من بكره حتى نهايه الاسبوع، فطلب استقرار في الجو زي ده نقلة من الشبوره على طول. دي نقطه كويسه بدري، هتزيد كثافتها مع الايام اللي جايه، من يوم الثلاث تبدا تزيد كثافه الشبوره، ووقتها يبدا يزيد شويه توصل الساعه 8 والساعه 9 الصبح. اللي معها طبعا الرؤيه، فنكون حذرين جدا واحنا خارجين الصبح بدري، القياده بهدوء شديد على الطرق، نخرج بدري عشان نقود السيارات برياح شديده، او اللي ما عندوش مشوار بدري بقدر الامكان يخرج يأجل الشبوره. رائع جدا، شكرا ليك جدا يا فندم، شكرا دكتور محمود شاهين، معلومات مهمه برضه. طبعا لا، وبعدين النقطه الاخيره اللي اتكلمت فيها دي فعلا في منتهى الاهميه، وربنا يسلم طريق كل الناس يا رب. على كل الاحوال هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بعديها نكمل كلامنا، اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه، ودلوقتي نروح مقر جريده اليوم السابع ومراسلتنا العزيزه سالة حامد، نتابع منها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المختلفه. سالة صباح الخير عليكي في البدايه، طبعا نرحب بيكي انا وكريم، وقبل كمان ما تطلعينا او بعد حتى ما تطلعينا على اخر الاخبار، قولي لنا الاجواء عندك ايه، الازدحام المروري برضو في انتقالك يعني للجريده، عايزين نطمن الناس، وبعدين نخش بقى معاكي دلوقتي لان معاكي اخبار كتيره جدا ومانشيتات اعتقد برضو في غايه الاهميه، سواء محليا بنتكلم عن الكره المحليه او العالميه، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، واكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده اكيد في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا جوله صحفيه جديده، ولكن النهارده زي ما انت قلت يا نهاوند من جريده اليوم السابع هكون معاكم عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار في الصحف الرياضيه سواء المحليه او كمان العالميه، ولكن طبعا خليني في البدايه قبل ما اتكلم معاكم في يعني كل الاخبار المتعلقه بالصحف الرياضيه، خليني اقول لك يا نهاوند زي ما انت يعني سالتي عن
يعني الزحام وطبعا المرور اللي موجود دلوقتي. يمكن انا كنت جايه يعني من ناحيه الهرم وشارع مراد هنا لمقر جريده اليوم السابع. يعني خليني اقول لكم انه يعني ما كانش فيه يعني زحمه، كانت المرور يعني كانت الدنيا كانت كويسه. يعني اللي حابب ان هو ينزل في الفتره دي ما فيش يعني عربيات كتير، ما فيش زحام طبعا، يعني ده نظرا ليه يعني سوء الاحوال الجويه وطبعا انخفاض درجات الحراره. فيعني لسه ما فيش يعني في يعني الحاله المروريه ما فيش زحمه، وان يعني المرور كويس في كل المناطق دي يعني الخاصه بي يعني منطقه الدقي الزمالك وطبعا الهرم وشارع مراد. خليني طبعا في البدايه يعني ابتدي معاكم باخبارنا، واول خبر النهارده من موقع يلا كوره، الاهلي بطل والزمالك خامسا والترتيب النهائي لدوري المرتبط لكره السله. يمكن طبعا شفنا يعني الاسبوع الماضي كان في العديد من التحديات والمباريات في بطوله دوري المرتبط لكره السله، واللي طبعا كلنا تابعناها، والحمد يعني الحمد لله يعني امبارح انتهت جميع المباريات في البطوله. يمكن يعني خلاص اخر المواجهات انتهت مساء امس في بطوله الدوري المرتبط لكره السله رجال لموسم 2020-2021. طبعا يعني المواجهات دي كانت دور الاياب لتحديد المراكز من الخامس للسادس عشر، يعني كل الانديه طبعا اللي ما قدرتش ان هي توصل للمربع الذهبي. ويعني المواجهات دي انتهت بعد ان تم الانتهاء من مباريات تحديد المراكز الاربعه الاولى يوم الاربعاء الماضي. يمكن يوم الاربعاء الماضي شفنا يعني كان في مباريتين يعني مهمين جدا ما بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري وما بين يعني سموحه ونادي الجزيره لتحديد المراكز الاربعه الاولى، المركز الاول والثاني والثالث والرابع. وطبعا المباراه النهائيه مباراه الفاينل اللي جمعت ما بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري، وكانت يعني في اداء قوي جدا من الفرقتين، اداء متميز، ولكن قدر في الاخر النادي الاهلي ان هو يتوج بلقب بطوله الدوري المرتبط للمره السابعه في تاريخ النادي الاهلي على حساب نادي الاتحاد السكندري بنتيجه 69-67 بفارق نقطتين بس طبعا نظرا ل يعني صعوبه المباراه. وطبعا المركز نادي الاتحاد السكندري عفوا في المركز الثاني، ونادي سموحه في المركز الثالث، ونادي الجزيره في المركز الرابع، واخيرا نادي الزمالك في المركز الخامس. تاني خبر كمان معنا النهاردة من جريدة اليوم السابع، منتخب شباب الهوكي يتوجه إلى الهند اليوم للمشاركة في كأس العالم. النهاردة إن شاء الله يعني الظهر يعني هيتوجه أو سيغادر منتخب الوطني منتخب مصر الشباب للهوكي للهند للمشاركة في بطولة كأس العالم، والفترة يعني اتحدت لها من 24 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل في مدينة نيو دلهي. واللي هيكون رئيس البعثة لمنتخب مصر هو الأستاذ طارق مصطفى عضو مجلس الإدارة للاتحاد المصري للعبة الهوكي، واللي طبعا يعني فاز به يعني مقعد عضو مجلس الإدارة في الاتحاد المصري للهوكي بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة في مجلس الإدارة الجديد يعني برئاسة الأستاذ شريف كمال، واللي برضو يعني فاز في الانتخابات الأخيرة ولكن يعني بعد يعني ما حصل على عدد كبير من الأصوات، ولكن كانت المنافسة على مقعد رئيس مجلس الإدارة. تالت خبر معانا النهارده من الشرق الاوسط، البرازيل والارجنتين مرشحتان لاعاده الكاس الذهبيه الى قاره امريكا الجنوبيه. يمكن قبل سنه طبعا من نهائيات كاس العالم 2022 حجزت منتخبات عريقه في كره القدم مثل البرازيل المانيا فرنسا والارجنتين تذاكرها الى العرس او العرس الكروي طبعا اللي هو بطوله كاس العالم. ويمكن البرازيل يعني حجزت مكانها او مقعدها في بطوله كاس العالم مع نجمها نيمار، والارجنتين طبعا بقياده الاسطوري ونجم منتخب الارجنتين ليونيل ميسي يعني خلاص حجزوا مقعدهم في بطوله كاس العالم، والاثنين يعني عندهم طبعا طموح ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه وان هم كمان يفوزوا بالبطوله بطوله كاس العالم عشان طبعا يفرحوا يعني جماهيرهم سواء في البرازيل او الارجنتين. يمكن طبعا البرازيل يعني بتسعى ان هي تفوز ببطوله كاس العالم للمره السادسه، اللقب السادس في تاريخ منتخب الارجنتين في تاريخ منتخب البرازيل، والارجنتين الأرجنتين بتسعى أيضا أن هي تفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخها. ورغم صعوبة يعني المهمة وطبعا المنافسة اللي هتكون ما بين كل المنتخبات في بطولة كأس العالم،
والخبر الرابع النهارده معانا والاخير من الرياضيه السعوديه، المره ال 12 نيوكاسل لا ينتصر ودورتموند يزاحم البايرن وتشيلسي يعزز الستاره. يمكن امبارح يعني كان في ثلاث مباريات كلنا تابعناهم طبعا امبارح، وكانت اول مباراه يعني هي تعادل فريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي امس مع فريق برنتفورد بنتيجه 3-3، ثلاث اهداف يعني لكل فريق في الجوله ال 12 من الدوري الانجليزي لكره القدم او البريمير ليج. وتاني مباراه واللي نجح فيها يعني دورتموند ان هو يضيق الفارق مع نادي بايرن ميونخ في صداره يعني الدوري الالماني بعد فوزه يعني الاخير بنتيجه 2-1 على نادي شوتغارد امس في المرحله ال 12 او في الجوله ال 12 من يعني الدوري الالماني. والمباراه الثالثه والاخيره وهو فريق تشيلسي عزز الصداره للدوري الانجليزي بعد فوزه بنتيجه 3-0 على نادي ليستر سيتي في افتتاح المرحله ال 12 او الجوله ال 12 من طبعا الدوري الانجليزي لكره القدم او البريمير ليج. دي طبعا يعني هوند وكريم كانت اخبارنا النهارده في جميع الصحف الرياضيه سواء العالميه او المحليه. طبعا بشكركم جدا، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك يا هوند، تفضلي. شكرا جدا زميلتنا الجميله المتالقه حقيقي سالا حامد على هذه التغطيه، شكرا ليكي. وحلو انها طمنتنا برضو عن على فكره اقول لك على حاجه، وده اللي بيبقى غريب، بعد دايما مطر وحاجات زي كده تلاقي تاني يوم الدنيا فاضيه، ده بيبقى راجع بقى معرفش الناس خايفه تنزل. أيوة طبعا. او طبعا. مش عارفه، بس يعني انت لقيتي تصريح بتعليق الدراسه معنى كده ان بكره المتوقع ان يبقى في اجواء بقى مريحيه في الشوارع، فنقعد بقى نقعد. ده اللي ناس كتير بتفكر فيه الحقيقه. على كل الاحوال نطلع فاصل لان الجزء الاول من حلقتنا انتهى، ان شاء الله بمجرد العوده من هذا الفاصل نبتدي مع حضراتكم بقى الفقرتين الحواريتين بتوعنا، تابعونا. الدولة زي ما احنا عارفين عندها اهتمام كبير جدا بالرياضة في المدارس وفي الجامعات مؤخرا لصناعة بنتكلم بطل وإنسان سليم فكريا وجسديا. هنتكلم في كل ده والمتغيرات اللي حصلت كمان على الساحة أدت فعلا أن هذا الاهتمام أصبح ملموس على الأرض، مش مجرد يعني توصيات وخلاص. خلينا نعرف التفاصيل مع دكتور هشام الجيوشي نائب رئيس اتحاد الرياضات للجامعات. صباح الفل. صباح الخير على حضرتك. وهنبدأ بالمقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتيها، بس ليها تعديل، هو سكرتير عام اتحاد الجامعات. تمام تمام. يعني ثبتها فما رحناش بعيد. حضرتك منورنا، اهلا بيك. اهلا بيك حضرتك. والحقيقه طبعا يعني كلنا لامسين ان بقى مؤخرا في اهتمام ملحوظ بممارسه الرياضه للشعب كله طبعا، وبصفه خاصه اكيد الطلاب في الفئات التعليميه المختلفه وخصوصا الجامعيه منها. خطوه متاخره بس هايل ان هي حصلت، ولا ايه رايك؟ احنا بنقول يعني احنا بنعيش عصر دلوقتي متميز، ونظرا للاهتمام فخامه الرئيس بالرياضه، وما هو يقول ان الرياضه امن قومي، يبقى كل المؤسسات بتشتغل على المقوله دي. يمكن هقول ان انا صحيت على تليفون من رئيس جامعه الاقصر بيتكلم انه عايز يعمل بطوله رياضيه عنده، لان دوله رئيس الوزراء كان موجود في الاقصر، ووجه ان الرياضه تكون وسيله هقول للدعايه للسياحه. يبقى احنا بنتكلم على اعلى مستوى، والقياده التنفيذيه من دوله رئيس الوزراء بتنفذ مقوله الرياضه امن قومي والاهتمام بالرياضه. يعني ملف السياحه الرياضيه عايزين نطبقه بشكل واقعي ومستمر على الارض، ده اللي حضرتك بتقول. زي ما حضرتك قلت، زي ما الابطال بيرفعوا علم مصر يعني بيخلونا نعزف السلام الجمهوري، بيخلونا نرفع راسنا في اكبر المحافل الدوليه. ده حضرتك تابعتني الصبح بقى. صح كده؟ طبعا لازم اتابعك. بنقول كمان ان حضرتك الاغلبيه العظمى هو ده الاستثمار الحقيقي في الشعب المصري. يعني ما هم عندنا دول الصفوه، ولكن مع اهتمامنا بالصفوه، لكن القاعده العريضه ان الناس تبقى بتلعب رياضه، طلبه الجامعات بتلعب رياضه، ده هنقول الاساس لبناء شعب. طب وهنقول احنا شايفين يعني
استثمار كبير في الدولة، ولكن البنى في الحجر أسهل من البنى في البشر. فالبنى في البشر أنا أقول في ناس كتير حاطة مبادئ، ولو تسمحوا لي أشكر مجموعة من الناس اللي بتدعم اتحاد الجامعات. على سبيل المثال احنا كنا بنعمل بطولة الرماية، أما نتكلم مثلا على السبونسر في أي نادي هو عايز يكسب ويعني يكسب النادي ويكسب طبعا. أما نتكلم مثلا واحد زي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أما يدعم الرياضة الجماعية أظن قناة السويس لها تتأثر بالإيجابي أو بالسلبي، ولكن هو بيطبق فكر فخامة الرئيس، يدينا مثلا صالة نادي الدنفار نعمل عليها بطولة رماية مجانا، صالة فيها 40 حارة رماية. فاحنا بنتكلم ونادي كامل يكون في خدمتنا، فاحنا بنتكلم في ناس بتسعى لدعم فكرة الرياضة في الجامعات. رائع جدا. لو اتكلمنا بقى يعني لسه احنا في الجامعات واتحاد الرياضة للجامعات وعدد الطلاب والمشاركة الفعالة والبرامج، يعني خلينا نعرف. اما نقول مثلا اتحاد الجامعات حضرتك رئيسه وزير التعليم العالي، فاحنا كده كمان في توجه من الدولة ان مش التعليم العالي والبحث العلمي فقط هو مسؤولية وزير التعليم العالي. هو قبل كده كان بيبقى مين رئيسه؟ كان قبل كده ممكن طلاب. يكون اي استاذ او طالب أي أستاذ. لكن النهارده بيبقى رئيسه زي اتحاد المدارس رئيسه وزير التعليم التربية والتعليم. فاحنا النهارده بنقول في مسؤولية اضيفت على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الرياضة الجامعية دي مسؤوليتها. طب هتهندلوا المسؤولية دي ازاي يا دكتور؟ يعني فكرة ان انتوا هتعملوا ايه عشان توسعوا من قاعدة الممارسة الرياضية لكل طلاب وطالبات الجامعات، سواء بشكل تنافسي يعني من خلال مسابقات وبطولات الى اخره، او حتى من حيث المبدأ فكرة ان الطلبة والطالبات يمارسوا الرياضة بشكل يومي؟ لو تسمح لي اجاوب على سؤالك. كان في شهر 9 كانت الجامعة البريطانية عاملة تكريم للست لعيبة اللي حاصلين على ميداليات اولمبية. كلمة وزير التعليم العالي هو بيقولها، فبيقول انا كان في اجتماع مع فخامة الرئيس الاسبوع اللي فات، وفخامة الرئيس بيسأل هتعملوا ايه للطلبة في بداية العام الدراسي. وهبدأ بقى اجابة سؤال حضرتك. ان احنا مش من اول يوم في العام الدراسي، احنا عملنا يمكن بطولة، كانت بطولة يمكن دورة رمضانية، وبعدين طلع قرار من دولة رئيس الوزراء الغاء الدورات الرمضانية، حولناها بعد كده اما بدأ النشاط لبطولة صيفية. احنا عندنا 5 قطاعات في الجامعة، يعني ابتديته قبل بداية الموسم الدراسي من الصيف ما بنقفش. في قطاع الصعيد، في قطاع الدلتا، في قطاع مدن القناة، في قطاع القاهرة الكبرى، في قطاع الجامعات الخاصة. عملنا 5 معسكرات، الولاد كانت بتيجي بتلعب كرة قدم خماسي وطايرة شاطئية، البنات طايرة شاطئية. عملنا 5 افواج، يمكن الفوج الاولاني كان فيه 13 جامعه، كان في معهد اعداد القاده في حلوان، الفوج الثاني كان فيه 15 جامعه، السيمي فاينل كان فيهم 14 جامعه، البنات في الطايره كان فيه 16 جامعه، النهائي بتاعهم كان يوم 7 و8 و9 اكتوبر، 9 اكتوبر ده بدايه العام الدراسي. كويس؟ بدايه العام الدراسي كان فيه ماراثون تحيا مصر، شارك فيه حوالي 25 جامعه في جامعه قناه السويس. احنا بنتكلم بقى ده الصيف طبعا. وبعدين اول يوم دراسة في 25 جامعة بتشترك معاك في لقاء، حاجة يعني حاجة محترمة قوي. على قطاع المنافسة، يمكن حضرتك عرضت، يمكن لسه مخلصين بطولة الملاكمة 4 أيام في المركز الأولمبي في المعادي، وكانت بتنظمها معانا يمكن في موجود سعادة رئيس الاتحاد المصري للملاكمة الدكتور عبد العزيز غنيم، كان جاي بيوزع الجوائز بنفسه، كانت بتنظمها مع الاتحاد وزارة التعليم العالي. لو هنقول نبدا قبل كده شويه، كان في طبعا بطوله البنتابول والرمايه حضرتك، دي كانت في جامعه قناه السويس، في بطوله الكروسفيت، يمكن دي بطوله اللياقه البدنيه، ودي اللي بنحاول نوصل فيها باكبر عدد من الناس اللي ما بتلعبش رياضه. يعني طبعا. انت عارف انت لعيب كوره، هي لعيبه باسكت، فانت متخصص بلعبه معينه، لكن النهارده ممكن مستوى اللياقه البدنيه بتاعك يؤهلك ان انت تلعب بعض البطولات سواء للولاد والبنات، ودي برضو كانت موجوده في جامعه قناه السويس. هي مجموعه يعني من الانشطه، الهدف بتاعتنا واحد، ناخد منتخب، ويمكن عندنا بطوله دوره العاب افريقيه في شهر 6 القادم في غانا، وبطوله اولمبيات للجامعات في الصين باذن الله. فالبطولات دي بتؤهلنا ان احنا ناخد المنتخب اللي هيلعب ان شاء الله البطولات الدوليه القادمه. طب دكتور جيوش، انا عندي سؤال يعني مش اجابته هتكون بسيطه، لو يعني لو هتسمح لي اقول كده، لان الموضوع متعلق بكذا جهه. لما نيجي نتكلم احنا عن الاهتمام بالرياضه واعداد الابطال وان هم بيرفعوا اسم مصر في المحافل الدوليه، وان في نفس الوقت انا بهتم بالدراسه بتاعتهم، اجي في الاخر اوصل لمشكله بتواجهني، وهي مشكله يعني تضارب الوقت مع بعض. انا عندي امتحان مهم جدا وفي نفس الوقت انا بطل رياضي، طب انا عايز اخد اكسبشن عشان ما مستقبلي ما يضيعش والسنه تروح عليا، وفي نفس الوقت عايز اروح البطوله عشان ارفع اسم مصر في الخارج على سبيل المثال يعني. فتلاقي تضارب، بعض الجامعات او المدارس
موافق، بعض الجامعات والمدارس تتعارض. الحل ايه؟ لان لحد هذه اللحظه ابطالنا بيشتكوا. يعني انا بجيبها لك من الصوره الأخر. من الاخر اجاوب من الاخر. حاولت اختار مصطلح تاني. طب لا اجاوب من الاخر، لا احلى مصطلح حضرتك مثلا نتكلم. طب ايه رايك في اللعيبه في ريال؟ ان هي حضرتك اولمبياد تفوقه دراسيه بس اكسبشنز برضو. خلينا نقول ان في كل قاعده ليها اكسبشنز. انا ما اقدرش اعول عن بطله زي في ريال، ممكن الاقي 20 واحد تانيين مش زي في ريال. كويس، نقول ان في ريال قالت اول حاجه وهي بتتكلم في كلمتها ان هي اهم حاجه تنظيم الوقت. طب في ريال بتنظم وقتها، في ناس ما بتنظمش وقتها، ومش ممكن يكون بطل اولمبي او بطل عالم ما بينظمش وقته. نرجع للسؤال بتاع حضرتك، حضرتك في قرار من المجلس الاعلى للجامعات اي واحد بيلعب بطوله دوليه الامتحانات بتتاجل. الامتحانات كل اللي اتاجلت لي هطلع دور تاني. قانون الجامعات الماده من 100 لو انا جبت فيها 100 من 100 هاخد 50. لا قال لك تمتحن في الدور التاني ولو جبت 100% تاخد نفس تقديرك. كويس، يبقى ده المجلس الاعلى للجامعات اكثر عدلا الحقيقه. كويس، دلوقتي مثلا احنا عندنا بطولات الجامعات شغالين، وحضرتك في مثلا في بعض الجامعات فيها بطوله الميتر. حضرتك بجواب من رعايه الشباب لوكيل الكليه شؤون تعليم الطلاب، الطالب بيتحول له الامتحان وبياخد نفس درجاته. ده لو انت بتعمل يعني رايح بطوله بتمثل مصر ولا انت بتمثل نادي برضه عشان نعرف؟ غالبا كل البطولات اللي بتمثل مصر حضرتك في الجامعات يبقى ده قرار مجلس اعلى الجامعات. أوكي. ولو حضرتك بتمثلي نادي ورفعتي القرار الوزاري بتاعك للجامعه بتاعتك هتؤجل لك البطوله بحكم هذا القرار. يعني الموضوع في سلاسه، مش لسه هاخد شهور عشان يصدر لي حكم واضيع عليا المعسكر او البطوله. بقول لك ده اتحاد الجامعات، ده المجلس الاعلى للجامعات اللي فيه كل رؤساء الجامعات المصريه، في مجلسين، واحد للجامعات الخاصه واحد للجامعات الحكوميه، والاثنين بيرأسهم وزير التعليم العالي. ده مفعل على الارض دلوقتي يا دكتور جيوش؟ موجود دلوقتي حاليا. جميل، طيب دي نقطه مهمه جدا على فكره. فالنقطه ده عمل الولاد في كتير من الاحيان بنلاقي ان في طالب جامعي او طالبه جامعيه محترفين بالمعنى الحرفي ومنتمين لنوادي رياضيه معينه وبيمثلوهم في مسابقات وبطولات مختلفه، وبرده واعتقد ده كم الاكبر ممكن تلاقي ناس كتير عندهم خامه زي الفل ومش بيلعبوا رياضه بعينها ومش منتمين لنادي معين لكنهم يصلحوا لممارسه رياضات معينه بشكل احترافي. هل ممكن الجامعات ترشح الاسماء دي للاتحادات الرياضيه المختلفه سواء النوعيه او بشكلها العام المظله الاكبر عشان يبتدوا يدخلوهم في الكادر بتاع الرياضه اللي هم يصلحوا ليها؟ وحضرتك احنا مش هنقول بنرشح، يعني لو احنا بنرشح لهم فاحنا في جهه، انا كاتحاد جامعات في جهه والاتحاد المعني في جهه ثانيه. لكن يمكن حضرتك وانت بتعرض بطوله الملاكمه بقول لحضرتك اللي قاعد بيدير البطوله رئيس الاتحاد المصري للملاكمه. فهو شايف مين اللعيبه اللي بتلعب عنده في انديه او في مراكز الشباب ومين اللعيبه اللي بتلعب في جامعات ومش موجوده، فلو عجبوا اي حد اكيد هيضمها اوتوماتيك. اصل الفكره في ايه؟ ان ودي حاجه مش جديده، من قديم الازل دايما بتلاقي في محافظات نائيه وفي اماكن بعيده وفي الحواري والازقه الى اخره تلاقي مواهب رهيبه ما حدش يعرف عنها حاجه، على فكره رياضيا وفنيا وادبيا في كل المجالات اللي ممكن حضرتك تتخيلها، ناس بيدوروا على الفرصه ومش لاقيينها وما عندهمش الكونكشن اللي يوصلهم مثلا لنادي يعني نادي رياضي معين. فدي برضو مهمتنا ان احنا نستكشف المواهب دول لان دول نوال اللي جاي. اكيد، وانا يعني حضرتك بتتكلم عن المحافظات النائيه او نقول المحافظات الاقليميه مثلا. حضرتك مثلا احنا لسه الاسبوع اللي فات راجعين من بطوله الدوره العربيه للكره الخماسيه في جامع جنوب الوادي في قنا. النسخه كام يا كابتن كريم؟ كام؟ ال 16. بقاله 16 سنة بيعمل هذه البطولة على التوالي، يمكن ما وفقتش لسنة 2020. أنت متخيل؟ فهم أما يبقى بالشكل ده وبالتنظيم الجيد ده وبالمستوى العالي ده فهو مهتم بالرياضة داخل الجامعة، مهتم بالرياضة داخل محافظة قنا، مهتم بالولاد على مستوى عالي سواء الولاد أو البنات أو ذوي الهمم اللي موجودين في الجامعة. فأوريدي ده موجود. جميل. يمكن ما بيتغطى، احنا ما بنضغطش اعلاميا بشكل كتير يعني. بس يعني ايه اوريدي موجود. حلو قوي. طب ممكن نروح مع حضرتك برضو لنقطه مرتبطه جدا، يعني فكره برضو صناعه البطل والبطل اللي هو من مش هقول محدود الدخل ولكن من فئه يعني دخلها قليل كاسره او كشخص. كويس، انا
اصلا يعني لو هتكلم عن الالعاب المختلفه سواء الفرديه او الجماعيه، ما فيش لعبه مش مكلفه، لازم بتكون في مصاريف معينه وغذاء وتنظيم والكلام ده كله. ده يقع على عاتق الشخص في البدايه لوحده، وربما كمان بعد ما بيوصل بيبقى بطل. في بعض الاتحادات برضو النفقات بتبقى بشكل كبير او بنسبه اكبر على البطل نفسه او اللاعب نفسه. ازاي نحل المشكله دي؟ هو في الجامعات محلوله، لان احنا لينا كلمه في الجامعات، احنا بنلعب الناس رياضه وبندي الناس فلوس، ما بناخدش من الطالب الجامعي فلوس. يعني الطالب عشان يشترك في بطوله الجامعات ما بيدفعش فلوس. انا عندي جامعات مثلا ما دفعتش اشتراكها في اتحاد الجامعات لمده 7 سنين. ما بحبش، انا القانون عندي احرمك من دخول اللعبه. يعني حضرتك في اتحاد الكوره لو ما دفعتيش اشتراك السنه الفرقه بتاعتك مش هتشترك. بيبقى عندهم ازمات يعني ماليه مؤقته، ازمه فكر، ازمه فلوس. انا مش ممكن احرم طالب او طالبه في الجامعات ان هو يمارس رياضه. كويس. الطالب في الجامعات عشان يطلع يمارس رياضه كله بيبقى على نفقه الجامعه. يعني الانتقالات على نفقه الجامعه، الاقامه والعيش على نفقه الجامعه، مصروف الجيب على نفقه الجامعه، الملابس اللي بتبقى موجوده ليه على نفقه الجامعه. ده كلام يعني بيفعل على الارض. اما اقول جامعه ده موجود دلوقتي، بقول حكوميه خاصه تكنولوجيه اهليه دوليه معاهد عليا. كويس. اي حاجه تعليم ما بعد الثانويه العامه بيطبق عليه النظام ده. مفيش طالب في جامعه بيصرف فلوس على ممارسه نشاط رياضي سواء في اشتراك البطولات محليه او دوليه. تمام. طب هل في ممكن نشوف في يوم من الايام او قريب يعني تعاون بين الجامعات العربيه المختلفه في صوره بطولات بتجمع لعيبه في رياضات مختلفه في جامعات عربيه مختلفه، وممكن ده كمان يكون مقدمه لان احنا نشوف بطولات دوليه بين طلبه الجامعات المختلفه؟ يمكن اخر بطوله على المستوى العربي كانت بوابه العاب عربيه كانت 2010. يمكن بعد 2010 يمكن العالم كله حصل فيه مشكله، تغيرات كتير. نقول لحضرتك احنا على المستوى العربي مشاركين في مجموعه من البطولات كتيره. مثلا القوى الخماسيه يمكن مره لعبنا خدنا ثالث، ومره ثانيه خدنا اول، واخر مره دي كنا في ابو ظبي، ويمكن كان وجود وزير الشباب والرياضه وشاف الفريق، ويمكن صرف لهم مكافاه استثنائيه. جميل. عشان هم يمكن خدوا مركز اول. يمكن على مستوى القوى الطايره الشاطئيه برضو اول، واول يمكن 2019 واخدين احسن لعيبه. يمكن ثالث على مستوى الولاد. يمكن على مستوى اولمبيات الجامعات كان في التايكوندو ميداليتين فضه. يمكن السنه دي في شهر 6 2022 السنه الجايه في شهر 6 في دوره العاب افريقيه للجامعات. كويس. دي هيشارك فيها الجامعات، هم بيعدوا لها من دلوقتي. وفي برضه في نفس الشهر دوره اولمبيات جامعات، دي هنشارك فيها. اللعيبه هنا بتلعب باسم منتخب مصر، يعني في افريقيا بتلعب باسم الجامعه بتاعتك، في اولمبيات الجامعات بتلعب باسم المنتخب المصري. فاحنا على المستوى المصري يعني على المستوى سواء عربي افريقي عالم اولمبياد جامعات مشاركين بنسبه كويسه وعندنا نتائج محترمه. يمكن البطوله اللي بقول لحضرتك عليها في جامعه جنوب الوادي كان فيها حاجه و30 فريق، فيهم 4 فرق دول عربيه، يعني العراق كانت مشاركه، سوريا، الاردن، فلسطين، 4 دول عربيه مشاركين بجامعات بتاعتهم. جميل. فالمستوى العربي يعني على مستوى جيد. يمكن نائب رئيس الاتحاد المصري هو النائب الاول رئيس الاتحاد العربي الدكتور محمد صبح حسنين، ففي تعاون يعني متميز قوي. احنا كل البطولات مشاركين فيها على المستوى العربي، ويمكن لسه انا بقول لحضرتك عاملين بطوله اتحاد شمال افريقيا مشارك فيها مجموعه من الدول، بس كانوا الطلبه الوافدين موجوده داخل مصر، يعني ما فيش دول جات لنا من بره، ولكن كل طالب بيلعب باسم دولته من الطلبه الوافدين. وعملنا يمكن برضه مش هقول لحضرتك رياضه، بس عملنا جمله رياضيه، يعني خلال دقيقتين تعمل جمله رياضيه بشكل عام او في مجال تخصصك، مثلا باسكت، سله، طايره، العاب قوه، خماسي، وفي جمله رياضيه هقول نشيطه. بمعنى ايه جمله رياضيه؟ يعني حضرتك الولد او البنت بتعمل دقيقتين مجموعه من التمرينات. اوكي. كويس. مجموعه تمرينات؟ مجموعه التمرينات اللي هو بيتحرك بيأدي نشاط رياضي. اوكي. وبناء على جمال الجمله دي زي الجمباز كده انت بتدي درجات. كان في 7 دول حوالي 50 طالب وطالبه من 7 دول، فكان برضو عدد كويس. عاملينها اونلاين، وكان المكسب يعني احنا كان الاسبوع اللي فات برضو بنوزع عليهم الجوائز، كان في اتحاد الجامعات، ويمكن احنا في اتحاد الجامعات واخدين مقر اتحاد شمال افريقيا عندنا مستضيفينهم عندنا، فبرضو داعمين دعم جامد. جوائز ماديه ولا جوائز ما هو ماديه رمزية. بس لو قلت لك هتضحكي عليا. رمزيه؟ لا خليها هي ماديه رمزيه. طيب لا مش مشكله يعني يعني الحافز. بس انت عارفه ان ولد وبنت يعني احنا مثلا من ضمن الناس اللي كسبانه، ويمكن في بنت كانت بتأدي وهي من ذوي الهمم. انا وانا بحكم عارف ان هي من ذوي الهمم، ولكن شروط المسابقه ما صنفناش اسويه وذوي همم، فهم ادوها جايزه من احسن الناس اللي ادت، فكان الجايه بتاخد الجايزه.
فطلعتها وطلعت مامتها وكرمنا مامتها باسم يعني هنقول تكريم لكل ام طبعا. سواء على مستوى مصر او العرب او شمال افريقيا. والبنت ما بدات تتكلم فالناس حست ان هي من ذوي الهمم، وقلت لهم ان هي بتنافس معاكم، ودخلت اشتركت لوحدها ودخلت اشتركت مع اخواتها. فانت متخيله يعني اسره تقول لك احنا السنه اللي فاتت كنا بنشترك معاكم واحنا بنلعب تنس طاوله على ترابيزه الصفه، السنه دي احنا جبنا لها ترابيزه تنس طاوله في البيت وسعداء ان هي كرمت معانا. لا بالتوفيق يا رب دايما نوصل لده في البيت المصري. يا ريت كمان والله يا دكتور جيوش، احنا خلاص تقريبا فقره خلصت، بس يعني دي فكره كده، يا ريت والله يبقى في اتفاق او جزء عندكم في يعني في اتحاد الطلاب ان هو يبتدي يشتغل الماركتنج شويه، يحاول يجيب رعاه او حاجه للبطولات دي، حتى يبقى بدل ما ندي حاجه رمزيه ندي حاجه يعني داعمه. وده برضو اعتقد مش هيبقى صعب قوي انه يتم يعني اعلان من قناه حضرتك وبرنامج حضرتك. اهلا وسهلا بالساده طبعا. بس يعني خلي بالكم في الناس وعاد تيجي عايزه ايه تاخد اشتراكات من الاولاد، احنا ما بناخدش اشتراكات من الاولاد، عايزين اولادنا يلعبوا رياضه وعايزين كمان نديهم هدايا. يا ريت يا ريت والله، دي رساله يعني توصل لاي شخص حابب ان هو يدعم يعني. موفقين. شكرا ليك يا دكتور، شكرا لسعادتك، نورتنا وان شاء الله نسعد بلقائك مرات ومرات باذن الله. شكرا لحضرتك. هنطلع فاصل لحضرتك ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم اخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. اهلا بحضراتكم عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي واخر فقراتنا الحواريه. طبعا هنتكلم عن عوده الدوري بعد انتهاء التوقف الدولي، والاهلي طبعا زي ما كل حضراتكم عارفين في الصداره بالفوز الرابع على التوالي بعد ما حقق الانتصار على فريق المقاولين العرب بهدف حمدي فتحي. هنتكلم عن شكل المسابقه وعن المنافسه على اللقب مع كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق اللي دايما بيسعدنا وبينورنا بوجوده. صباح الفل. اهلا بيك يا كريم. اهلا بحضرتك. صباح الفل. صباح الخير. صباح الجمال. يعني سعداء بحضرتك بعد فوز جميل جدا برضو الاهلي يعني بيحققه، نحن نتكلم في تفاصيل شويه الماتش ده وبعدين ممكن نروح للمنتخب، بس خليني اعرف كابتن همام برضو شايف المباراه ازاي، خصوصا بعض الناس كانت متخوفه شويه، مش فكره يعني من الفريق ولكن المنافس يعني مع كل احترامنا ليه، لكن فكره ان احنا حققنا فوز كبير قوي اخير مع الزمالك، ودايما او مش دايما العاده بتقول ان بعد هذا الفوز بيجي مباراه ما بنبقاش موفقين فيها، بس ده ما حصلش، حتى موسيماني اتكلم في ده بالظبط زي ما ذكرت نوال كريم كده. بعد مباراه القمه الاهلي والزمالك وطبعا السكور العالي اللي ما حصلش في قمه الاهلي والزمالك 5-3، فده بيأكد ان كانت مباراه قويه من الطرفين وبالاخص النادي الاهلي. طبعا المكسب الكبير ده مع قمه المنافس اكيد بعديها بيحصل نوع من الفرحه، نوع من النشوه، نوع من قله التركيز شويه بعد المباراه، وده بيقع فيها لعيبه النادي الاهلي وبيقع فيها النادي الاهلي بعد المباريات الكبيره. بس الفجوه كبيره كابتن ماهر يعني مثلا لو خدنا في الاعتبار، وده برضو تاكيدا للنقطه اللي هوندس سالت حضرتك عنها، بعد رباعيه الاسماعيلي شفنا هدف بالزبط. يتيم في البنك الاهلي، بعد خماسيه الزمالك شفنا هدف يتيم في المقاولين العرب، ففي فرق كبير بنلاحظه. وانت عارف يا كريم المباريات الكبيره بيبقى الجيم مفتوح فيها، وده اللي عايزه النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي بيحب الجيم المفتوح، المساحات المفتوحه. المساحات المفتوحه بتخلي فريق النادي الاهلي بيقدر ينتعش، يقدر يلعب بشكل مفتوح، يقدر يعمل الجمل اللي هو بيتمرن عليها، لكن الجيم المقفول بنلاقي صعوبه بشكل كبير جدا. فانت النهارده لو لاحظت يعني بحييكم طبعا على فكره ان المباريات الكبيره الاهلي بيبقى منتعش فيها بشكل كبير، والمباريات الاقل بيبقى الدنيا مقفوله، يبقى الاداء اقل بالظبط. يعني اربعه في مباراه الاسماعيلي طبعا معروف بالكره البرازيل مصر، الكره مفتوحه اللي فيها التسليم والتسلم، الخطوط بتبقى مفتوحه، بيغامر على النادي الاهلي بشكل كبير جدا. لكن طبعا مستوى فريق الاسماعيلي بقاله يمكن اكتر من سنتين ثلاثه مع الاسف اللعيبه اللي موجوده او الاختيارات اللي موجوده مش بقيمه نادي الاسماعيلي، فاثرت معاه في الاربع مباريات الخساره اللي حصلت الاسماعيلي في بدايه هذا الموسم. الزمالك كان بردك بيغامر على النادي الاهلي في اول ربع ساعه تلت ساعه مفتوح خطوطه، النادي الاهلي قدر يستغل الثغره دي بشكل كبير جدا، ما احترمش النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي قدر في التلت ساعه ان هو يتفوق بثلاث اهداف قتلت الجيم بشكل كبير. لما نروح للبنك بقى هتلاقي خالد جلال يعني مدرب ذكي حس بخطوره النادي الاهلي في المباراتين الاسماعيلي والزمالك، بدا يقفل الجيم على النادي الاهلي في 30 ياردة في نص ملعبه،
وقدر يراقب مفاتيح لعب النادي الاهلي اللي هم بيمثلوا خطوره بشكل كبير جدا. نجح بشكل كبير خالد في الجانب الدفاعي، لكن الجانب الهجومي ما كانش ليهم تواجد بشكل كبير. نفس الكلام بالنسبه لمباراه المقاولين، يمكن عماد النحاس على استحياء يعني. عماد النحاس برضك عارف النادي الاهلي وطريقه لعبه وموسيماني بيحب يلعب ازاي. عماد قفل الجيم بشكل كبير، اعتمد على الكونتر اتاك اللي هو لويس الراجل الافريقي السريع ده، ان هو يقدر يعمل له كونتر اتاك او كره طويله يقدر يوصل بيها لدفاعات النادي الاهلي. لكن هي دي المباريات. لكن نرجع للاداء اللي هو طبعا يعني يهم جمهور النادي الاهلي طبعاً. النتيجه والاداء، انا شايف الاداء برضك لسه ما وصلناش للناس عايزاه. يعني مستر موسيماني بيتكلم ثلاث نقاط واللعيبه ادت اللي عليها، لكن حته الاداء برضك لسه احنا ما وصلناش للاداء اللي الناس مستنيه فريق الاهلي من خلاله. الفريق كله نجوم بالظبط، يعني ده سبعه في المنتخب، يعني ده عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي. البعض كان من الصحفيين تحديدا بيتكلموا مع موسيماني فيها، يعني انت عندك لعيبه كتيره جدا في المنتخب وده اجهاد عليهم لما بيشاركوا مع الاهلي، ما لعبتش ناس مش اساسيه ليه او لعيبه غير اساسيه ليه. برضو حضرتك يعني تتبنى الفكر ده ولا قصه ان هو الموضوع برضو قرار صعب ان انا اخده في بدايه ماتش، ممكن يعني ممكن في نهايه الماتش اقول انا كان المفروض اعمل، بس ان انا اخش وشايل حد اساسي عندي عشان بيشارك في منتخب، يعني شايفها ازاي برضه؟ يعني انا شايف برضك الصحفيين بيسالوا اسئله غريبه يعني بصراحه. هو الراجل هو اللي في المطبخ يعني. هو اللي عارف لعيبته وهو اللي عايش معاهم متعايش معاهم في الوحدات التدريبيه وفي المعسكر، وهو اللي شايف مين اصلح يكون موجود في المباراه دي. كل مباراه بيبقى ليها استراتيجيتها، كل مباراه ليها طريقتها، كل مباراه ليها رجالتها. الكلام ده طبعا الصحفيين يعني سؤال بس يعني بيطرحوا كده على الرجل وخلاص، لكن اللي متواجد في تدريبات النادي الاهلي بيعرف فكر الراجل ايه، طريقه اللعب اللي هيلعب بيها ازاي، شكل الاداء. ويمكن من الاداء هم بيشوفوا مثلا، وممكن يكون حد مش عايز يقول اسم بعينه، ان هو شايفه شويه مجهد او الاداء بتاعه مش زي ما احنا واخدين عليه. فانا هيجي لي بقى السؤال لحضرتك بشكل مباشر، مين من لاعبتنا اللي مشاركين في المنتخب وعايزه اسم واحد بس اللي شايف ان هو ربما يحتاج لراحه ولو مباراه واحده؟ والله انا اود كلهم او الاكثر اجهادا يعني. انا شايفهم كلهم. ليه كلهم مجهدين؟ لان هم بقالهم سنتين ودي السنه الثالثه، صعب جدا ان هو يروح للمنتخب وبعدين يرجع لافريقيا وبعدين يرجع للدوري العام يرجع لكاس مصر. انا شايف بصراحه يعني كلهم. الشناوي حتى يمكن بقالنا فتره كده الشناوي بيشتكي من الامنيه بيشتكي من الخلفيه، ايمن اشرف موضوع الطرد يمكن هنيجي ليها دي، حمدي فتحي الالتحامات القويه، السوليه بقى فيه برضك اجهاد واضح، حتى شريف فتره كده قاعد بعيد عن الثلاث خشبات عن احراز الاهداف. قفشه هو شريف برضو كان في كوره ضاعت، يعني لو هنتكلم تحديدا عن المقاولون، وده برضو مش المعتاد بتاع محمد شريف ابدا يعني. فالاجهاد نواند بيخلي اللعيب مش في الفورمه، بيخلي اللعيب مجهد، بيعرضه للاصابه، ما بقاش بحالته الطبيعيه اللي احنا اتعودنا عليها. طيب احنا عايزين نرجع لنقطه حضرتك كنت اتكلمت فيها من شويه وهي حقيقيه وبشكل ملحوظ وملموس الحقيقه، فكره ان الاهلي ولاعيبه الاهلي بيحبوا دايما الجيم المفتوح عشان ده بيخلق فرص وهم عندهم قدره على حسن استغلال الفرص دي. لكن الشيء المتكرر وده حصل مع البنك الاهلي وحصل مع المقاولين العرب، فكره ان انت لما تلاعب فريق بيعمل لك تكتل دفاعي وبيقفل تماما خطوط الدفاع بتاعته، احنا اتفقنا في القعده دي واحنا بنتكلم ان ده بيخنق اللعيب. طب مش في المقابل، لان ده بيحصل كتير، ده متكرر مع فرق كتير بتلاعب النادي الاهلي عشان توقف الخطوره بتاعته، وخصوصا بعد التالق اللي شافوه في مباراتي الاسماعيلي والزمالك. طب لما تلاقي الفريق المنافس بتاعك عامل تكتل دفاعي، مش لازم يبقى فيه برضه حل ما ينتج عنه خلخله الدفاع ده؟ برافو عليك يا كريم، ده سؤال. ليه ده ما بيحصلش؟ ده سؤال فني على اعلى مستوى بحقيقة يعني بصراحه. لازم مستر موسيماني يبقى عنده من الطرق ازاي اضرب التكتلات الدفاعيه دي. انا 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 في رايي يعني بصفه ان انا يعني شغال في التدريب الحاله الوحيده يا كريم انك انت تضرب التكتل الدفاعي ده وهم في نص ملعبك. يعني الفرقه بتهاجم بالظبط، بتهاجم عليك في نص ملعبك، فبيخش عدد خمس لعيبه ست لعيبه من الخصم، ازاي انا كونتر اتاك انقله بسرعه، ازاي اعمل الباص الامامي مش العرضي او الخلفي. صح طبعا، فدي نختار نقطه على طول. طبعا نقطه مهمه جدا، فمستر موسيماني لازم يراعي الحته ديت ويبدا يشتغل مع لعيبته على الجزئيه دي. يا جماعه لما يبقى عندنا عدد من اللعيبه في نص ملعبنا
من الخصم، يبقى احنا ازاي نقدر بسرعه نضرب ونقدر نوصل للجول. التحضيرات دي يا كريم يا نهاوند بيخلي اللعيبه ترجع طبعا. لما اللعيبه ترجع بقى وتبدا توضب نفسها في الحاله الدفاعيه بيبقى الصعوبه علينا بالزبط. لكن الشطاره والذكاء ان بسرعه كونتر اتاك ده كريم ممكن يبدا من الشناوي، ممكن يبدا من بنون، ممكن طبعا. يبدا من فتحي، يعني الناس اللي ورا بسرعه الكره تبقى مقطوعه ويلعبها لقدام، يلعبها لقدام، هنا هنلاقي مساحات بشكل كبير جدا نقدر نخترق الفرق دي اللي بتعمل تكتل دفاعي. ممكن نروح بس دلوقتي نشوف تدريبات الاهلي سريعا وهنرجع لحضرتك تاني فضلني. ويعني الى ملعب التتش ومراسلنا العزيز كريم احمد هو متواجد هناك عشان ينقل لنا يعني الصوره كده حيه والتدريبات اخبارها ايه هناك. يعني كريم صباح الفل في البدايه عليك. صباح الفل عليك طبعا زميلتي العزيزه نهاوند وكل التحيه لزميلي العزيز كريم وتحياتنا طبعا لكابتننا الكبير كابتن ماهر همام. كريم السلام عليكم. كريم يعني انا وكريم وكابتن همام وكل جمهور 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي دلوقتي سامعينك، فاحنا عايزينك تنقل لنا الصوره حيه من التتش ويعني واللعيبه والتدريب ولو في كواليس وطمنا كده برضو. واكيد احنا زي ما احنا عارفين بسبب الطرد الاخير حمدي مش هيلعب او مش هيبقى متواجد، خلينا برضو نعرف منك كل الكواليس اتفضل. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول المرحله الاخيره لاستعدادات فريق النادي الاهلي لمباراه المحله غدا ان شاء الله في الخامسه ونصف على استاد المحله، وهي مباراه في الجوله الخامسه، مباراه لها حسابات ولها تحضيرات قويه جدا للجهاز الفني لان يمكن تغيير الارض ويمكن كمان الطقس والمناخ الحقيقه اللي احنا متواجدين فيه في خلال ال 48 ساعه الماضيه القادمه ان شاء الله بنتمنى ما يبقاش في امطار موعد المباراه. 5:30 هو ميعاد بدري شويه عن الميعاد المعتاد لفريق النادي الاهلي في مبارياته 8 مساء، لكن مع التقلبات الحقيقه اللي متواجدين معاها للتحضير بيكون لارضيه الملعب دور الجمهور الحقيقه كمان ايضا وهو جمهور المحله، فيمكن كمان ظروف عديده جدا مع التحضيرات الفنيه بياكد عليها بيتسو موسيماني في محاضراته الفنيه المستمره اللي متواجده حاليا دلوقتي وفي هذه اللحظات يمكن كل اللعيبه في محاضره اخيره قبل التوجه طبعا الى التدريب ومنها مباشره الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه المحله. الاجواء طيبه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي وحاله النشوه والفوز والاصرار الكبير الحقيقه اللي شايفينها من اول بدايه الدوري العام، يعني احنا الحمد لله محققين العلامه الكامله بمباراه كانت كبيره جدا مع مباراه نادي الزمالك، فان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي عنده امل كبير جدا ان احنا نشوف الفتره اللي جايه كلها انتصارات. احنا عندنا مباراه المحله ثم مباراه سموحه الاخيره ويتوقف بطوله الدوري العام، فيمكن الامور الحمد لله بالنسبه للجهاز الفني الرغبه موجوده للاعبين، التحضير جيد جدا. يمكن قلنا على حمدي فتحي وغيابه واحد من اللعيبه المهمين جدا وهيبقى ليه تاثير بالتاكيد، لكن السكواد اللي متواجد مع فريق النادي الاهلي بيطمننا وبيطمن جمهور النادي الاهلي وبيسبب حيره كبيره جدا لبيتسو موسيماني اللي هيكون متواجد خلاص بيبقى الامر بيكون مصاب او بيكون طارد او كده، لكن اي حد يكون متواجد بيأدي الأداء اللي مطلوب منه وده الأمر اللي احنا شفناه مع أكرم توفيق مكان مش مكان، والراجل دلوقتي بقى مصنف أنه أحسن باك رايت في مصر خلال الفترة الماضية، فيمكن ده يحسب لبيتسو موسيماني تحديدا والجهاز الفني. أي لعيبة يكون متواجد في القائمة إن شاء الله بإذن الله يكون في قمة تركيزه ويدي المردود الكبير اللي بيتمناه وبيأمله كل جمهور النادي الأهلي. احنا طبعا متواجدين زميلتي العزيزة نهاوند زميلي كريم متواجدين في ملعب بمختار التتش مستنيين طبعا انطلاق التدريب. التدريب كان محدد ليه 11 صباحا طبعا، لكن هي بيتسو موسيماني كعادته محاضراته المستمره قبل كل مباراه من 30 ل 35 دقيقه. الراجل النهارده بيفرج اللعيبه على الهايلايتس الاخير لفريق المحله، عندهم عناصر مميزه جدا بيلعبوا بطريقه جيده جدا، الطريقه الجماعيه عندهم مميزه خلال المباريات الماضيه، فيمكن كل ده طبق بالنسبه للتدريب الاخير. لكن الضغط كبير زميلتي نهاوند الحقيقه، الضغط كبير جدا وتلاحم المباريات كنا بنقول بنامل الدوري ده وجدول بطوله الدوري العام ما يبقاش في ضغط كبير، لكن بعد المباراه الاخيره تدريب وحيد ريكفري للاعبين ثم النهارده تدريب اساسي ومنها سفر الى المنصوره لدخول في معسكر مغلق ومن المنصوره يتوجه النادي الاهلي غدا الى المحله ان شاء الله لهذه المباراه، فيمكن الحمد لله الامور طيبه جدا. كل مره كنا بنقول عندنا لعيب مصاب، عندنا اثنين لعيبه مصابه، عندنا حد بيأهل، لكن الحمد لله المرحله دي والفتره دي ما عندناش اي لعيب مصاب خلال الايام الماضيه، الحمد لله ده كان امر مهم جدا وده الدور الكبير اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي الطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله وكل طاقم العمل وكتيبه العمل الكبيره جدا في الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي. الامر ده بيسعد وبيطمن بشكل كبير جدا الجهاز الفني وايضا كمان بيطمن الجمهور. اما بتخش في السكواد كامل بيبقى الاختيار متروك للجهاز الفني، لكن اما بيبقى عندنا قصور وعدد في اللعيبه كبير جدا الامر بيكون في حيره شويه نقدر نوظف مين نقدر نلعب مين، فالحمد لله ده امر مهم جدا بنتمنى ان شاء الله لعيبتنا تحافظ على نفسها الايام القادمه وتحديدا
تحديدا خلال المباراتين القادمين، وايضا في مباراه المحله تحديدا لارضيه الملعب. نادي الاهلي بقاله فتره ما لعبش فيها المحله على ارضيه الملعب، ناكد على هذا الامر. الامر لو كان في امطار غدا ان شاء الله، يمكن بنتمنى ما يبقاش في امطار، لكن لو في امطار هياثر بشكل كبير جدا، لان النادي الاهلي بينفذ جمل تكتيكيه، عنده سرعات، بيحاول ان هو يطبق شكل جديد جدا. كل بطوله الدوري او كل يمكن الدوري دلوقتي ماشي على الخطه الجديده الحقيقه اللي بيهم بيها بيتسو موسيماني. يعني الراجل لو نقدر نقول ان بيتسو موسيماني غير بشكل كبير جدا الحقيقه زميلتي نهواندي هذه الطريقه الحقيقه الايام الماضيه، وتحديدا في مباراه الزمالك شفناها، وشفنا مباراه الاسماعيلي. فبنتمنى ان شاء الله، كل مباراه ليها ظروفها وليها حساباتها وليها طريقتها، لكن الطريقه الامثل اللي بياخد بيها النادي الاهلي مباراته الماضيه مديه مردود كبير جدا الفتره اللي جايه. وبنتمنى ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تركز اكتر من كده كمان، في قصور وفي بعض طبعا الفرص اللي بتضيع، لكن كل ده بيجي طبعا بتوالي المباريات وبتوالي التدريبات. فبنعمل ان شاء الله لاعبتنا كعادتهم يكونوا على قدر المستطاع، وثقتنا كبيره جدا فيهم ان شاء الله في خلال مباراه المحله. وبيتسو موسيماني ايضا كمان يكون موفق قعدته في القراءات الفنيه قبل المباراه ومن خارج الخطوط على مدار 90 دقيقه، نقدر ان شاء الله نحصد 3 نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في حفاظه طبعا على الصداره بالعلامه الكامله، ومنها ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في حصد نقاط في بطوله الدوري العام. تغطيتك دايما بتكون رائعه كريم حقيقي، زميلنا المتالق كريم احمد. بس قبل ما اختم معاك انا عايزه سريعا جدا اروح واطمن الناس ايضا، دي نقطه كنا بنتكلم فيها دلوقتي انا وكريم مع كابتن همام، فكره هنا الحمد لله احنا ما عندناش اصابات زي ما انت قلت او غيابات، ولكن البعض من الجماهير عنده تخوف من الاجهاد اللي لدى بعض اللعيبه عندنا في الاهلي بسبب المشاركه كمان في المنتخب زي ما احنا بنتكلم. طمنا على النقطه دي، ولو عندك كواليس من اي يعني حوار او نقاش دار بين موسيماني ولاعبتنا خصوصا اللي هم لعيبه المنتخب ايضا، خلينا نعرف منك نقطه الحوار هنا ماشيه ازاي برضو عشان نطمن الجماهير. اتفضل. بالتاكيد طبعا، يعني الاجهاد والتلاحم الكبير والمجهود الاكبر اللي بذل خلال منتخبات طبعا منتخب مصر وكل اللعيبه اللي شاركت، ده امر كان واضح شويه في المباراه الاخيره طبعا مباراه المقاولون العرب، الضغط كان كبير والتركيز كبير، لكن المرحله دي زميلتي نهاوند محتاجه انكار ذات كبير جدا ومحتاجه تحامل، لان المرحله اللي قادمه محتاجين كل العناصر، الدور الكبير اللي بيقوم به الجهاز الطبي وايضا كمان الجهاز الفني، الجلسات النفسيه. يعني على سبيل المثال بيرسي تاو وخروج منتخب طبعا جنوب افريقيا، الراجل كان محتاج ان هو يتكلم معاه، بيتسو موسيماني يتكلم معاه وطلعه من الجو العام طبعا، ويمكن الراجل كان محطم شويه طبعا للمنتخب بلاده ان هو يطلع طبعا من تصفيات كاس العالم، طبعا ده كان امر صعب جدا على واحد زي بيرسي تاو بقيمته الكبيره. فالراجل بيشتغل جانب نفسي بشكل كبير، الجهاز الطبي وايضا كمان كل اخصائي التاهيل الموجودين بيعملوا طبعا ريكفري بشكل كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي. لكن ارجع واقول اصرار اللعيبه وتركيزهم الكبير واهميه المرحله، وده اللي احنا عارفينه على لعيبه النادي الاهلي، اللي عنده كدمه بيتحمل على نفسه، اللي عنده اجهاد بسيط بيحاول ان هو يقول انا لابد ان انا اكون متواجد ومشارك في المباراه. وكان عندنا مثال كبير جدا الشناوي الحقيقه سابق الزمن الفتره اللي فاتت، وشارك في مباراه الزمالك، كان راجع من المنتخب باصابه، شارك في مباراه الزمالك وتالق بشكل كبير. فيمكن المرحله دي مهمه جدا لكل اللاعبين، لكن ما ننكرش ان في اجهاد، لكن هو ده قدر لعيبه النادي الاهلي. لكن الدور الاكبر اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي، وباكد على هذا الامر، لان ما بنقول ما عندناش اصابات، لان ما عندناش اجهاد، ما عندناش لعيبه، ده مجهود اكبر كبير الاجهزه كمان اللي متواجده معانا هنا داخل المختار التتش، والدور الاكبر اللي بيقوم بيه مجلس اداره النادي الاهلي في توفير كل سبل المناخ والراحه اللي تقدر تساعد النادي الاهلي على حصد مزيد من البطولات. فكل الامور دي ان شاء الله كلها تجتمع مع فريق النادي الاهلي، واستمر النادي الاهلي في ادائه المميز وفي انتصاراته المميزه، ويا رب يبعد الاصابات عن لاعبي النادي الاهلي، ونفضل السكواد كامل كده معانا ان شاء الله حتى توقف بطوله الدوري العام، ومنها بقى ان شاء الله لمرحله الفتره اللي جايه. طبعا الامارات هيكون النادي الاهلي في معسكر مغلق خلال الايام القادمه، لكن مش هنسبق الاحداث، عندنا مباراه مهمه الاول هي مباراه المحله ومنها مباراه سموحه، فان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تكون كعادتها طبعا مركزه بشكل كبير، وال3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي باذن الله. كريم نشكرك جدا جدا على هذه التغطية الأكثر من رائعة، شكرا ليك، ونقاط مهمة طبعا. وبعدين كمان كلامه بقى يخلينا نروح مع كابتن ماهر همام على اللقاء القادم، واحنا بنتكلم على غزل المحلة، فريق مجتهد الحقيقة جدا جدا جدا، وأكيد برضه هينزل يعمل أقصى ما يمكن عمله في لقائه أمام النادي الأهلي. ثم مباراة سموحة، رؤية حضرتك وتوقعك فيما يتعلق بيه، مش بالضرورة التشكيل قد ما أنا عايز أعرف رؤيتك لكيفية هندلة المباراتين دول بشكل عام. قبل ما نروح لمباراة المحل عايز اقول بس ان هواد كريم كان لعيب كورة. ايوه طبعا احنا عارفين ده، كان متألق جدا. طبعا التغطيات دي من راجل لعيب كورة غنية جدا، وعشان كده بحب اروح للفنيات برضو وللكواليس معاه. يعني هو كمان النقطة اللي اتكلم فيها التجهيز الفني عفوا النفسي، دي حاجة رائعة جدا، يعني نوع من انواع برضو الضغوطات، يعني لان هي مش بس بدني، هي كمان تبقى نفسي، ففكرة ان النادي كمان مستوعب ده جدا والفريق، فده شيء اكثر من رائع. وكمان الراجل
بشكل واضح او انه مصحصح يعني، حتى الحاجات اللي فيها النفس بيشتغل عليها بشكل كبير جدا، لانه برضك هو عنده خبرات وعنده علم طبعا. مش محتاج انه يجيب دكتور نفساني، هو كمان بصفته انه موجود معاهم مع اللعيبه وموجود في الملعب بصفه اساسيه، فهو بيلمس الحاله النفسيه اكتر واحد يقدر يوصل ويخرج اللعيب من من الجزء النفسي هو المدير الفني. هنعمل ايه بقى في الماتشين الجايين؟ المحل احنا لو هنرجع للسنه اللي فاتت، المحل احنا اول فرقه خسرنا منها على ملعب المحل، ودي كانت بالنسبه لنا كانت مفاجاه كبيره. فاكيد مستر موسيماني برضك من الاعداد النفسي اكيد حي يلمح على الجزئيه دي، يا جماعه خدوا بالكم احنا السنه اللي فاتت كان عندنا اخفاق من فرقه المحل، فواضح النهارده هيبقى في دوافع بالنسبه لنا بشكل كبير جدا، وفي حوافز للعيبه ان هي ان شاء الله باذن الله تؤدي المباراه الخامسه على التوالي. بس نفس الدوافع والحوافز برضو او الحافز عند فريق غزل المحل بالظبط بالظبط، بناء على اللي حضرتك بتتكلم عليه واللقاء اللي هم كانوا فيه السنه اللي فاتت. لان انت برضك كريم الفرقه دي لما بتبدا تقابل النادي الاهلي تاكد ان الثلاث ايام دول بيبقى في معسكر يعني قافل على نفسه بشكل كبير جدا، من ناحيه التغذيه، من ناحيه النوم، من ناحيه الاكل، من ناحيه حتى اصحابه ما بيكلمش حد يعني. مركز على مباراه الاهلي، عارف ان المباراه بالنسبه له قمه، بتذاع استوديو تحليلي، نقاد طبعا. في جماهير كمان موجوده اول مره، جماهير المحله طبعا هتبقى موجوده الالف اللي موجودين مع جماهير النادي الاهلي، فاكيد هيبقى في تنافس شريف بين الفرقتين. لكن برضك النادي الاهلي عند اصراره لما بيركب الدوري، الاهلي لما بيكسب في بدايه المشوار بيحاول يحافظ على المكسب ده لحد التوقف ان شاء الله بتاع المنتخب. فانا شايف ان النادي الاهلي باذن الله من كلام كريم كده ان مستر موسيماني يعني في جاهزيه بشكل كبير جدا من ناحيه الاداره الفنيه، من ناحيه استراتيجيه المباراه، من ناحيه الخطه، من ناحيه اللعيبه. يعني بنتكلم على حمدي فتحي بالكارت الاحمر اللي هو اخده في المباراه اللي فاتت، لكن انا بطمن طبعا جميل النادي الاهلي يعني حمدي فتحي لعيب مميز في نص الملعب، لكن احنا عندنا لعيبه كمان اخرين مميزين بشكل كبير جدا بيقدروا يقوموا بالمهمه اللي بتطلب منهم من خلال الجيم. عندنا السوليه بحاله طيبه، عندنا يانج بحاله جيده، ممكن اكرم كمان يقدر يلعب في نص الملعب يرجع لمكانه الطبيعي، محمد هاني شفناه كبديل لأكرم في المباراة السابقة. يعني مستر موسيماني عنده من التجهيزات اللي يقدر يعوض بها النقص اللي بيحصل في اللعيبة. نتمنى التوفيق بقى زي ما احنا قلنا، احنا عايزين بداية النادي الأهلي، ودي اللي احنا محتاجينها، أول ربع ساعة أو تلت ساعة زي ما شفنا في نادي الزمالك الضغط المستمر على الخصم. نتمنى ان احنا نرجع للأسلوب ده من بداية المباراة، نقدر نجيب هدف في الأول، الهدف ده بيدي ثقة للجهاز الفني واللعيبة، نقدر نعوض إن شاء الله بهدف تاني، بنقتل المباراة طبعا بالهدفين. نتمنى النادي الأهلي إن شاء الله التوفيق في هذه المباراة، مباراة المحلة القادمة بإذن الله. كويس جدا، احنا هنروح فاصل وهنرجع، بس لما نرجع عايزين نتكلم بقى فكرتين احنا ذكرناهم اكتر من مره، يعني اللعيبه الغير اساسيه في النادي الاهلي، عايزين نديهم شويه تركيز او فوكس شويه ونتكلم عنهم بشكل اكثر تفصيلا. موافق؟ حاضر. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. عوده لعشرة الصبح في الاهلي، وعوده لضيفنا اللي منورنا واللي دايما بيسعدنا بوجوده معانا، كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق. ولسه في حديث واسئله كتير متعلقه بالنادي الاهلي، ولسه كمان عايزين ندخل على المنتخب. بس قبل ما نروح المنتخب، كابتن هواد سالت سؤال لحضرتك قبل الفاصل، ليه علاقه باللعيبه الغير اساسيه في النادي الاهلي. يعني مش عايزين نقول البدلاء، عايزين نقول اللي بيكملوا المشوار مع اللعيبه زمايلهم. يعني ده دور مهم جدا يا كريم. انا هو اللي على الدكه ده بيبقى اولا لازم يبقى مركز بشكل كبير جدا في محتويات الجيم. يعني هو قاعد مثلا، انا قلب الدفاع قاعد احتياطي، ابقى انا قاعد براقب راس الحربه بتاع الخصم، طويل قصير سريع بيتحرك ازاي بيقطع، الحاجات دي مهمه جدا عشان لما الله يقدر يحصل دور ان انا انزل اكمل مشوار زميلي يبقى انا بسرعه، غير توجيهات اللي هداني المدير الفني طبعا. ودي كانت ميزه كريم، نرجع للزمن شويه، الكابتن محمود الخطيب قبل ما يبطل فكان بيقعد فترات كتير جدا على الدكه، اخر نص ساعه لما بتطلب منه ينزل بتشوف حاجات بقى متعه، السرعات عامله ازاي، وانتوات عامله ازاي، تصويب على المرمى عامل ازاي. نفس الكلام جيل ابو تريكه، ابو تريكه برده كان من ضمن اللعيبه الاذكياء جدا لما كان بيقعد بره وبعدين يطلب بيقرا بشكل كبير جدا. وليد صلاح الدين كان برده من ضمن المفاتيح اللي بنعتمد عليها في اخر نص ساعه، بيحصل نوع من الاجهاد من المدافعين او من الفرقه،
وليد كان ذكي جدا برضك، بيقرا يقدر يخش يعمل حاجات ضربات جزاء، يقدر يعمل حاجات فولات على على ال 18 واحد ضد واحد، يقدر يروح هو. فمطلوب طبعا من اللعيبه البدلاء او اللعيبه اللي هم هينزلوا يكملوا المشوار لازم يصنعوا لنا الفارق. طب عشان يصنعوا الفارق انا لازم ادي فرصه، يعني ما اقدرش اطلب منه اصنع فارق في اول مباراه هتنزل تشارك فيها لو انت مش انا مش مجهزاك. يعني انا بس بحاول افهم من حضرتك. هو طبعا كل اللعيبه جاهزه يعني، واختيارات المدرب من عدد الماتشات المشاركين فيها وغيره. حضرتك شايف ان احنا لاعبتنا اللي هي الغير اساسيه جاهزين في اي وقت؟ جاهزين. وانا بس بطلب منهم ان حته اثبات الوجود. انا نازل عايز اقول لمستر سوماني انا ابدا من اللي موجود او احسن من اللي موجود، عايزين المنافسه دي. فانت نازل اذا كنت مهاجم عايز تجيب جول، اذا كنت لعيب نص ملعب عايز تحافظ. يعني لما تحصل على الفرصه اثبت نفسك او استغلها جداً. زي ما علي لطفي يمكن عمل قبل كده برضه في بعض المباريات الشركيه. مهم جدا جدا ان انا الفت نظر الجهاز الفني مستر موسيماني ان انا لعيب قادر ان انا ابقى موجود بصفه اساسيه، ان انا لعيب مش ابقى بديل بقى، عايز اخش ابقى من ضمن ال 11 الاساسي بالظبط. طيب احنا فاضل عندنا حوالي دقيقه ونص كده على نهايه الحلقه، عايزين نلحق نتكلم مع حضرتك فيهم على المنتخب ورؤيتك للمنتخب في ضوء المباريات اللي اتلعبت حتى الان تحت قياده كيروش. احنا كنا بنتكلم قبل ما نطلع على الهواء انا وانت ونهواند ان احنا مش مبسوطين من شكل اداء المنتخب ومش مش مبسوطين من مستر كروش. لو تفتكر كريم كده لما جبنا فايلر الراجل المدرب السويسري للنادي الاهلي، الراجل ده بسرعه عمل حاله خارج مصر في افريقيا للنادي الاهلي وداخل مصر، حتى اللعيبه كمان كانت يعني قريبه جدا من فكر هذا الرجل. فاحنا كنا متخيلين ان مستر كروش ده راجل عنده خبرات، عنده اربع محطات احترافيه لمنتخبات كبيره يعني. فهي دي ميزه الهيد كوتش دلوقتي يا كريم، ان انا بسرعه وهو قال ان انا عندي درايه بشكل كبير جدا على منتاليتي وعقليه اللعيب المصري، وانا طبعا سعيد جدا ان انا يعني جاي اشتغل مع المنتخب المصري، وعنده بيانات عن كل لاعب. مهم جدا ان الحاجات دي مع الجهاز الفني بسرعه كانت تخش طبعا، ويبدا عارف كل لعيب امكانياته ايه ومركزه اللي هو بيبدع فيه ايه، وهو كمان يختار الطريقه بقى والاستراتيجيه المناسبه للتشكيله اللي موجوده معاه. احنا عندنا نخبه من اللعيبه المميزين اذا كانوا المحترفين اللي في الخارج او المحترفين اللي في صحيح. الداخل. فمش هو ده اداء المنتخب اللي احنا يعني منتظرينه. وبعدين احنا عندنا مهمه صعبه جدا، عندنا كاس العرب وبعدين كاس امم افريقيا وبعدين كاس العالم. كاس العالم احنا طبعا ان شاء الله هنقع من ضمن احسن ست فرق موجودين مصنفين فنتمنى تكون فرقه افريقيه مش فرقه عربيه. فرقه عربيه برضك الجزائر والمغرب وتونس مقرفين قوي ومتعبين قوي بالنسبه لنا، فنتمنى يعني يكون حاجه بقى السنغال نيجيريا حاجه افريقيه. هو كله متعب من جد حقك. نورتنا يا كابتن همام والله، شكرا لوجودك معانا. يعني شكر جدا. خلصت حلقه النهارده يا حضرات، انا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا، وان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الرحمن وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.